تمام okay فقط زي للكورس وتكون بالإنجليش أفضل so to wrap everything up um, on the 16th of last November um, we started the interpretation skills course implemented by Oxfam from that date until today we covered four of very important and essential skills for any future position of you. Uh, to have and the topics were interpretation of abg and vbg interpretation of chest x-rays interpretation of ecg and lastly the interpretation of uh, blood tests um, it was a pleasure to have dr adai hamad as the lecturer uh, throughout the course so i would like to give big thanks uh, to him uh, for this great efforts to make the course and this course a huge success uh, i also would like to thank the amazing participants uh, for being super interactive for their for the attention throughout the course and uh, you will be hearing from as soon as soon as possible also regarding the uh, certificates of participation um, finally I'm extremely thrilled and honored to organize such a course highly important on highly important topics and I really hope to meet you all in other occasions inshallah uh, لكن كلمة blood test interpretation بتحمل تحتيها كثير شغلات يعني لما نحكي انا blood test interpretation معناها انت بدك تعمل interpretation لل CBC full blood count اللي بضم الأر بي white blood cells سيلز platelets كمان بدك تشوف ال kidney الليفر فانكشن liver ماركرز inflammatory markers الاندوكراين markers الانتي بوديز اللي موجوده عندنا في الجسم الجلوكوز glucose الكلوتين فاكتور فهذه الشغلات كلها تيجي تحت مصطلح البلاد تيست انتربريتيشن ومش معقول انا هذه الشغلات كلها ولا اي حد في الدنيا يجي يشرحها في محاضره واحده فانا فضلت انه المحاضره تكون مقصوره على موضوع واحد نفهمه احسن اللي هو موضوع السي بي سي انتربريتيشن بس يعني حنحكي خلال المحاضره هذه عن السي بي سي طلاب الكلينيك كان اتوقع اخذوا قبل هيك يعني زي نظره عن هذه المواضيع طيب بيزك حتاخذوهم ان شاء الله في مديون الهيماتولوجي في المستوى الثالث تمام فحنحكي فيهم بالترتيب بس والله اللي حاطط اللي حاطط مايك شغال يحطه ميوت يعني بعد اذنكم تمام فحنحكي في المحاضره هذه عن الثلاثه اللي هم الار بي سيز ديس اوردر الوايت بلاد سيل ديس اوردر والبليت ديس اوردر انا ما هحكي عنهم هم كباثولوجي وكابسيولوجي لا انا هحكي بس كانتربريتيشن انت ايش بتشوف التيست وبناء عليه ايش بتصير تفكر بتحاليل تانية او تشخص المريض تحت ايش يعني انا ما حتعمق فيهم حتى لانه في النهايه انا بس بدي أشرحه الانتربريتيشن فاول واحد اللي هو الانيميا والانيميا يعتبر الموست كومن ديزيزز او الموست كومن بلاد تيست ابنورماليتيز اللي بتكون موجوده لانه الانيميا ما هواش ديزيز هو عباره عن بلاد تيست ابنورماليتي بكون سبب ديسيز معين موجود او نيوتريشنال او دراج اندوز ولا ايا كان فالانيميا كثير بنشاف في المستشفيات في اي مكان في العالم وعنا في غزه او فلسطين بشكل عام الانيميا منتشر بشكل كبير فعشان نحكي البيشنت مع انيميا بدنا نشوف اول شيء هل هو ميل ولا في ميل لانه الهيموجلوبين ليفل ديفرز فروم ميل لفي ميل فكلمه انيميا معناها انه يا اما الار بي سي كاونت قل او الهيموجلوبين كاونت او الهيموجلوبين ريشيو عند المريض قلت الموجوده فالنورمال هيموجلوبين الموجود عند الميلز برضه رقم موجود ومختلف عليه يعني كل كتاب تقراوه او كل ارتكل بتقراوها او كل مصدر معين بتقراوه هتلاقي الرقم مختلف ليش لانه اكيد في جيوغرافيكال ديفرنشيشن موجود ال 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 الانيميا اللي موجوده مثلا في السودان غير على الانيميا الموجوده في اوروبا اكيد الارقام بتختلف اللي موجوده فرقم الهيموجلوبين الموجود ما هوش ثابت في كل مناطق في العالم فبياخذوا الافرج تاع البوبيليشن الموجود اللي هو 95 برسنتايل الموجود وبناء عليه بحطوا تعريف للانيميا فالانيميا جنرال سبيكينج انه يكون الهيموجلوبين اقل من 12.5% او اقل من 11.5% في الميلز حتلاقوا ارقام 12 11 10 ونص حتى بتوصل احيانا بس هيك متوسط تعريف الانيميا بالنسبه للريد بلد سيل كاونت برضه لو الريد بلاد سيل كاونت قال على رقم معين في الميل او في الفيميل بحطوه تحت تعريف الانيميا لكن اللي صار اللي دارج انه نحط بس تعريف الهيموجلوبين فالميل ار بي سي كاونت فروم 4.5 تو 6.5 مليون بير كوبيك مليمتر اوف بلاد اما الفيميل من 3.8 ل 4.8 او لاند 5 تقريبا فاقل من هيك برضه بنحكي عنها انيميا في كمان شيء بنعرفه اللي هو الريتيكيولوسايت كاونت اللي هو في الاصل بطلع لنا الاماتيور ار بي سيز الريشيو الموجوده من 2 من 10 ل 2% ولو زاد اكثر من هيك بنحكي انه الريتيكيولوسايت زادت او اذا كان اقل من هيك بنحكي انه الريتيكيولوسايت قلت وهذا له باثولوجيكال او كلينيكال امبليكيشن فالهيموجلوبين كمتوسط في الادلت ميل 13 ل 14 الفيميل 12 ل 13 الهيماتوكريت احنا بالتقريب بنقول انه الهيماتوكريت بيساوي الهيموجلوبين ضرب 3 فاللي عند الهيموجلوبين 13 حتلاقي انه الهيماتوكريت تقريبا 39 او 40 هيك المتوسط اللي عنده الهيموجلوبين 12 بتلاقي انه الهيماتوكريت 36 ل 40 فالهيماتوكريت عباره عن معامل بنضرب في 3 من الهيموجلوبين ريتيكولوسايت كاونت او ريتيكولوسايت أو نمبر بيعبر لنا عن قديش في عندنا احنا ماتوريشن او سينثس للار بي سي اللي بيصير فهو اه نورمالي هو من 2 من 10 ل 2 او من 5 من 10 ل 2 ونص تقريبا البيسنس اللي بيكون عنده مرتيكولوسايت عالي معناه انه البون مارو شغال بشكل كبير فالبيسنس اللي معهم هيموليسيس البون مارو بحاول يعمل كومبنسيشن أنه يطلع اكثر فالهيموليسز بتلاقي انه في رتيكولوسايتوس اذا رقم كبير اما البيسنس اللي معاهم مثلا بون مارو سبريشن فهذول البيسنس بتلاقوا انه رتيكولوسايت نمبر عندهم صار اقل احنا عشان نقسم الانيميا بشكل عام بعتمد على الام سي في اللي هو المين كوربسكولار فوليوم كلمه مين كوربسكولار فوليوم او مين سيلولار فوليوم هي بيحكوها معناها قديش متوسط حجم الار بي سيز اللي موجوده يعني احنا نقول في في 1 سنتيمتر موجود عندنا مثلا 5 مليون ار بي مليون في منهم حجمهم بكون 60 فيمتوليتر وفي 80 وفي 100 مية وفي 120 مية متوسطهم قديش فبعطينا المين كوربسكولار فوليوم فالمين كوربسكولار فوليوم بده يكون from 80 to 100 فمتوليتر. حتلاقوا برضه الارقام هذه مختلف عليها بين الكتب لانه في الاخر كل هذا عباره عن جيوغرافيكال ستاديز موجوده الار دي دبليو اللي هو فرق حجم الخلايا مش متوسطهم يعني هم الاثنين هذولا سواء كان M سي في او الار دي دبليو بيعتمدوا على حجم الخلايا متوسطهم هو الام سي في الفرق بينه هو الار دي دبليو فالبيشنت في ديزيز معين هتلاقي الـ الار دي دبليو عالي فبنقول اه المريض هذا معناه انه معه ديزيز معين خلى الار دي دبليو عالي واحنا بنشوفهم الحين ان شاء الله في النكست سلايدز الموجودين دائما احنا لما جينا السي بي سي بيجي بالشكل هذا اللي موجود انه بيعطينا الانتربريتيشن للوايت Blood سيل اللي موجود مع الـ Differentiation تاعه الانتربريتيشن للار بي سيز والهيموجلوبين مع الباقيين الموجودين والبليتلتس فهذا هو اللي بيجينا احنا السي بي سي انتربريتيشن والشكل المحطوط هنا هذا بس خاص في الار بي سي والرقم الموجود عندنا احنا والمخطط اللي هنا هو بيعطينا احنا متوسط الام سي في يعني الخلايا الموجوده هنا حجمها اغلبهم جاي تقريبا عند 80 او 90. لكن في بعض الخلايا موجودة 50 وبعض الخلايا موجودة 100 و 120 توصل يعني أحيانا فهذه هي الانتربريتيشن للسي بي سي انه هو بيعطيك اياه وانت بصير تقرا الوايت بلوت سيل بتشوف الدفرنشالز تبعونهم بتشوف الار بي سيز والهيموجلوبين مع بعض الارقام والبليتلت وبناء عليه انت البيشنت ايش عنده دفرنشالز لهذا المريض. فالانيميا بشكل عام از تعريفها ريدكشن في النمبر اوف ار بي سيز او الكوانتيتي اوف هيموجلوبين او الفوليوم اوف ذا ار بي سيز بس هو بيعتمدوا دائما الرقمين هذول اللي هو النمبر اوف ار بي سيز اذا قال على نورمال فمعناه انه البيشنت معاه انيميا او الهيموجلوبين قال على النورمال فمعناه انه المريض معاه انيميا لكن المعتمد دائما اللي هو الهيموجلوبين فدائما بتطلع, الهيمو بتطلع على الهيموجلوبين تجي بعدين بتطلع على الار بي سيز مع انه الار بي سي دائما في السي بي سي تاتي قبل الهيموجلوبين لا محاله فحكينا تقريبا الافريج ديال الميل هيموجلوبين فروم 13 تو 17 جرام بير ديسيليتر والفيميل فروم 12 تو 15 او 16 جرام بير ديسيليتر وهنا نشوفهم واحد واحد فالانيميا ايش ممكن يكون اسبابها بشكل عام؟ اسبابها انه ممكن البون هو مش قادر يطلع ار بي سي او مش قادر يصنع ار بي سيز منيح هذول هم السببين الموجودين او طلع ار بي سيز وتكسرت برا هلا النت ريزلت اللي موجوده لكن ايش سببها؟ ممكن يكون يكون اسباب انه المريض اخذ دراج معينه أو أكله مش منيح أو كذا، في النهاية كلهم الريزلت بتاعتهم إنه بصير عندنا يا إما فيلير لميكينج أر بي سيز أو سنتيسايز ادكويت أمانتس أو هيموجلوبين أو سيردستركشن أر بي سيز، فهذا بيعتمد على التايبس أوف أنيميا اللي بناءً على الإم سي في اللي موجودة حكيناها، اللي هو متوسط حجم الخلايا اللي كان من 80 ل 100. فاذا كان ام سي في اقل من 80 فذيس از مايكروسيتك اذا كان من 80 ل 100 فذيس از نورموسيتك اكثر من 100 فهذه هي مايكروسيتك في النهايه احنا دائما نعمل كورليشن بين الارقام اللي بتجينا احنا مع symptoms اللي عند المريض في بكون معهم انيميا ودمهم 8 9 وما بين عليهم اعراض بالمقابل في واحد بتلاقي انه دمه 11 ومبين عليه اعراض الانيميا اللي موجوده ففي دائما كورليشن بين الارقام اللي انت بتجيك مع حاله المريض يعني الرقم اللي انت بتاخذه ما كافي تحكي عن المريض لانه في ناس دائما دمهم بتلاقوه ناين دائما دمهم 10 مثلا مرضى السكي دي دم دمهم نازل مرضى الليفر سيروسس دائما دمهم نازل ومرضى ما بنفع تعلي الهيموجلوبين عندهم عن 8 مثلا غلط نعلي الهيموجلوبين عن 8 في بيشنس معينين بالمقابل في مرضى اول ما يصير دم 11 وكان دمه دائما 14 15 بين عليه اعراض الانيميا ففي سيمبتومز جنرالي للانيميا قبل ما نقرا احنا السي بي سي اللي هم اشهرهم اللي هم الديسني أو اكزيرشن اند تشيست بين اون بتلاقي اول ما يصير يمشي بصير مع وجع في صدره بصير يلها فهذه من الديفرنشال دايجنوسز لحالات الاسكيميك هارد ديزيز لانه نفس الإشي لانه الهارت في له سبلاي وفي ديمان موجود عندنا احنا فاللي عنده اسكيميا في الهارت هي نفسها كانه المريض عنده انيميا فكميه السبلاي بتكون اقل من الديماند اللي مطلوب من الهارت فبصير عليه اعراض تاعون الاسكيميك هارت ديزيز نفسهم اللي هم الدسني أو او تشيست pain اون اكزيرشن او المريض بيصير معه ديزنس او المريض بيصير معه بالبيتيشن از كومبنساتوري تيست تاكي tachycardia اللي موجوده فهذه كلها عباره عن سيمتومز للانيميا بشكل عام وات ايفر ذا كوز از لكن في بعض انواع من الأنيميا اه مميز لها بعض السيمتومز يعني في السلايدز الموجوده قدامكم انتم ملاحظين انه كاتب كله بي 12 بي 12 لانه حاطين نيوروجيكال مانيفستيشن هلا النيورولوجيكال مانيفستيشنز اللي بتصير في البي 12 ديفيشنسي ممكن تصير في جيتان حتى ممكن تصير في الفوليت ديفيشنسي ولا ايا كان لكن كثير مربوطين بالبي 12 ديفيشنسي لانه البيشنتس اللي معهم بي 12 ديفيشنسي ممكن يصير معهم انيميا احد انواع الانيميا وكمان البي 12 له دور في المايلينيشن بتاع النيورونز اللي موجوده فالبيشنتس اللي معهم بي 12 ديفيشنسي كمان ممكن يشكوا من نيورولوجيكال مانيفستيشن فممكن يجي المريض اللي معه بي 12 ديفيشنسي بس باعراض انيميا أو ممكن يجي المريض اللي معه B12 ديفشنسي باعراض انيميا مع النيولوجيكال مانيفستيشن أو ممكن المريض اللي معه B12 ديفشنسي يجي كومبلينج فروم النيولوجيكال مانيفستيشن جاست ويز اوت انيميا يعني يمكن بس يجي يشكي من باراستيزيا أور لامس أور هلوشنيشن أند سيكوزيز أند دبرشن تبين عليه أعراض اللوجيكال مانيفستيشن وتعمل له أنت سي بي سي حتلاقي عنده الأر بي سيز نورمال الهيموجلوبين نورمال وممكن تلاقي الأم سي في كود بي الفيتد وحتى ممكن يكون نورمال فبالفكرة انه احنا بنحاول لما نشوف انيميا بنربطها بالكلينيكال بيكتشر تاعت المريض فالكلينيكال سيناريوز اللي حتشوفوها دائما في نيور اكزامز او بتشوفوها في البراكتس دائما بدك تربط انت الارقام اللي بتجيك مع الكلينيكال بنيت او الكلينيكال سيناريو اللي بكون انت بتواجهه يعني فالدايغنوسس في النهايه لاي انيميا بتعتمد على السي بي سي اللي انت اجاك عشان تقدر تحدد نوع الانيميا وكمان المورفولوجيكال تايب اوف انيميا اللي هو انت تعمل بلاد فيلم او بلاد بكتشر وتشوف اشكال السيلز اللي موجوده زائد نشوف الريتيكولوسايت كاونت اللي موجود ونصير بعدين ندور على السبب تاع الانيميا اللي موجوده فاحنا لو شفنا انه المرضى عنده انيميا من السي بي سي الورقه اللي اجتنا احنا اللي كان فيها موجود الوايت بلاد سيلز والبليتلت مع الار بي سي والهيموجلوبين والام سي في وكذا تطلب تحاليل ثانيه عشان نصير اه تو بي مور بريسايز تاور ذا دايجنوسز اللي انت بتحاول تشوفه فبنطلب تحاليل ثانيه زي الهابتوجلوبين والال دي اتش والبلوروبل لانه هذول مربوطين بالهيموليسز مثلا فنقول اه والله السبب وانه فيه هيموليسيس اذا لقينا لو هبتوجلوبين مع الفيتد اندايركت بليروبين وال اتش بنطلب فرتين وتوتال ايرون بايند كاباستي وكذا عشان نقول اه والله ممكن يكون ماشي مع ايرون في نعمل الكترون هيموفاريسز او الهيموجلوبين الكتروفاريسز اللي موجود عشان نشوف اذا في عنده مشكله في الهيموجلوبين بثز زي الثلاسيميا او السفيروسيتوز او الليمفوسيتوز والسيكل سيل ديسيز او بتعلقوا في في السيل وول تاع الار بي سي اللي موجود فاحنا دائما بنصير نطلب تحاليل ثانيه ان كونجيجيشن مع السي بي سي اللي جاك انت عشان تحاول تعمل ناروينج للديفرنشال diagnosis اللي انت بتوجهها عندك ففي الاخر احنا بنصل لدايجنوسز معين فاللابراتوري ايفالويشن اوف انيميا اه هو بيعتمد على الفول بلاد كاونت او السي بي سي اللي هو الكومبليت بلاد كاونت اللي كان موجود فيه الهيموجلوبين والهيماتوكريت والار بي سيز مع الوايت بلاد سيل والبليتر طبعا في الانيميا برضه انت لازم تشوف اذا في مشكله في الوايت بلاد سيل والبليتر لانه في بعض الانيمياز بتكون نتيجه سبور بيكون عنده بان سايتوبيديا او في بعض الانيمياز بتعلي البليتلتس مثلا او في بعض الانيميا زي البي 12 ديفيشنسي انيميا من الكومبليكيشن او من الكونسيكونس الها اللي هو البان سايتوبيديا والابلاستيك انيميا الفكره أنه ما بنطلع بس على الـ على السي بي سي بس نطلع فيها على الهيموجلوبين والار بي سي لا بدنا نطلع على باقي الارقام اللي موجوده في السي بي سي اللي بتعلق في الوايت بلاد سيل والبليتلت بس اهم شيء في الاخر احنا نطلع على الام سي في لانه الام سي في حيعمل لنا ديفرنشال هل الانيميا الموجوده مايكرو ولا نورمو ولا سيتيك انيميا زائد بدنا بعدها لما احنا بنلاقي سبب معين ونعمل بلاد فيلم البلاد فيلم معناه انه انت بتاخذ عين من البلاد وبتحط عليها صبغه خاصه وبيقراها هيماتولوجيست اللي بيقراها عشان تشوف انواع معينه من السيلز فلما يشوف انه المريض معه انيميا مع هذا السيل بيقول اه المريض هذا معه ديسيز الفلاني اللي, اللي موجود فعندما لما نشوف المايكروسايتس نتيجه الام سي في لو بنحط ديفرنشال دايجنوسز مايكروسايتس بنحط ديفرنشال دايجنوسز بوليكروميزيا اللي هو في ديفرنشالز عندنا في الشيبس تاعون السيلز اللي موجودين فبنقول اه والله المريض ممكن يكون معه ايرون ديفشنسي انيميا او كذا لما نلاقي تير دروب سيل مع مريض عنده انيميا بس نقول اه المريض ممكن يكون معاه مايلو فيبروسيس. لما نلاقي تارجت سيل اه في ديفرنشالز واضحه عنه ممكن يكون ايرون ديفيشنسي او ليفر ديسيز او ثلاسيميا او بوست يعني فكل سيل من السلز الموجودين عندنا احنا في البون مارو تخلينا احنا نروح باتجاه تشخيص معين او اكثر من تشخيص بس في الاخر احنا هنعمل نروينج للديفرنشال دايجنوز اللي موجوده عندنا وبناء بنقرر شو التشخيص اللي موجود فكيف الـ other تيست بيساعدنا؟ بانه احنا نعمل في الاخر نروينج للديفرنشال diagnosis اللي موجودين فالكلاسيفيكيشنز of انيميا ممكن الانيميا المريض اللي يكون جاي فيها في الاصل اكيوت او كرونيك يعني فجاه المريض صار معه بليدنج مثلا صار معه جاستريك بليدنج صار معه التسر صار فيها بليدنج او صار معه سوفيجيال فاريس صار معه بليدنج او المريض تعرض لتروما وصار معه بليدنج سواء انترنال او اكسترنال فذيس اكيوت بليدنج فجأة المريض بصير عنده صدن دروب في الهيموجلوبين اورز ما أعراض الانيميا باين على المريض بصير عنده تكبني المريض تكاردو علامات الشوك اللي في الاكيوت بليدنج اللي بيعمل انيميا فغالبا الاكيوت انيميا بيكون فيها اكيوت بليدنج وبكون فيها اعراض شوك لكن اغلب الحالات تبعون الانيميا ار كرونيك لانه المريض بيكون عنده ديسيز معين مش حاسس فيه الديسيز لاول مره تظهر عليه اعراض بأنيميا كثير من الكونكتيف تيشو ديزيزز اللي بتاخذوهم في الكلينيكال او بتاخذوهم في الموديولز زي الروماتويد ارثرايتس والاس ال اي وكذا ممكن الفيرست برزنتيشن تاعها بكل بساطه يكون انيميا فالبيشنتس اللي معهم نورموسيتك انيميا بالذات دائما بصير ندور احنا على اوتو اميون ديزيزز او كونكتيف تيشو ديزيزز ابارت فروم الكدني وكذا بس الكرونيك ديزيزز بشكل عام والكونكتيف تيشو ديزيزز كثير بتعمل عند هذول المرضى النورموسيتيك انيميا فالنورموسيتيك انيميا ممكن يكون شيء مقلق فانت بتصير تدور على سبب ضمن هذه الاشياء ففيرس بريزنتيشن اوف روت اوف ديزيزز كود بي انيميا لحال فاحنا دائما انيميا بدنا نطلع الام سي في عشان نشوف هل هي مايكروسيتيك انيميا اللي هو لو ام سي في بيكون اقل من 80 فمتولتر متوسط حجم الخلايا أو ممكن يكون من 80 ل 100 اللي هو نورموسيتيك انيميا او الام سي في يكون اكثر من 100 اللي هو مايكروسيتيك انيميا اغلب حالات الانيمياز الموجوده في المستشفيات الهوسبيتالايز بيشانس واحد من اثنين يا ايرو انيميا او انيميا فور كرونيك ديزيز هذول اغلب الحالات اللي انتم حتشوفوها دائما يعني حتشوفوا اه فوليت وبعض الهيموليسز وكذا لكن اغلب الحالات هذول الاثنين عشان هيك هذول الاثنين دائما حتلاقوا عليهم في الكتب وفي الارتكلز كثير تركيز بشكل عام فالمايكروسيتيك انيميا الها ديفرنشلز النورموسيتيك انيميا الها ديفرنشلز المايكروسيتيك انيميا الها ديفرنشلز بشكل عام فالمايكروسيتيك انيميا دائما بس على ديفرنشال دياجنوستيك مايكروسيتيك انيميا انه المريض عنده لو هيموجلوبين اور لو ار بي سيز مع ام سي في يكون اقل من 80 بيكون 70 او يكون 50 و40 حتى فالديفرنشال دياجنوستيك طبعا هذول حفظ ومع الممارسه حتحفظهم اكثر واكثر الايرون deficiency انيميا تعتبر الموست كومون كوز اوف انيميا وورد وايد الثلاسيميا از انذر كوز بالذات عندنا في بلادنا الانيميا في كرونيك ديزيز ليد بويزنينج and سيدر بلاستيك انيميا هذول بيعملوا مايكروسيتك انيميا لو رحنا للنورموسيتيك انيميا حنلاقي الهيموليتيك انيميا لكن الهيموليتيك انيميا مع كثرة الهيموليسيس في الاخر بصير لوس للبي 12 والفوليت بصير ناقصين فبتلاقي ان الهيموليسيس ممكن يعمل مايكروسيتك انيميا عادي فالهيموليتيك احنا بنحطها في الاثنين كمان انيميا في كرونيك ديسيز كانت موجوده في المايكروسيتك وموجوده في النورموسيتك هي اغلب حالاتها نورمو بس لا يعني انها ما بتعمل مايكرو ممكن فالفكره انه الديسيز او الباثولوجيز اللي موجوده ما هياش محصوره في نوع واحد من انواع الانيميا ممكن اكثر من نوع انيميا يصير عند ديسيز بروسس واحد المرض بيصير معه هيموليسيز فبيفقد البلد اللي موجود عنده الار بي سيز فبيدخل في نور من انيميا على اللونج تير المريض بيصير معه كل الفيتامينز اللي لازمه للار بي سي سينثيسز زي الفوليت وزي البي 12 ففي الاخر بيدخل في مايكرو انيميا فالهيموليسيس بيعمل نورمو اند ماكرو الانيميا في كرونيك ديسيز تعمل نورمو اند مايكرو وهكذا او ميكس ديفيشنسيز ممكن تعمل اي كاتب ميكس يعني اكثر من شيء ميكس ديفيشنسي يعني المريض يكون عنده ايرون ديفيشنسي انيميا يكون عنده بي 12 ديفيشنسي انيميا او يكون عنده اير ديفيشنسي يعني اما فوليت ديفيشنسي انيميا زي مرض السيلياك ديزيز مثلا بكون عندهم باي بولر او باي مورفيك انيميا فبصير عندهم ميكس ديفيشنسيز فالام سي في متوسط لانه حكينا احنا في عنده مايكروسايتس وفي عنده مايكروسايتس في المتوسط بكون نورموسايتس فبيجي بنورمال هيموجلوبين على الرغم او نورمال ام سي في عفوا على الرغم من انه المريض بيعاني من مشكلتين اللي هو ايرون ديفشنسي مع فوليد ديفشنسي عشان هيك احنا ما بنعتمد فقط على الام سي في والهيموجلوبين فانه نحط ديفرنشيز لا ديفرنشيز نعملها ناروينج لكن ريليشن مع الكلينيكال بيكتشر وباقي الارقام او القياسات او الشغلات اللي احنا بنطلبها يعني الرينال ديزيز برضه ممكن تعمل نوروبسيتيك انيميا لكن الرينال ديزيز ممكن يصير معهم فوليت ديفشنسي فبيدخل في مايكروسيتيك انيميا المرضى الرينال ديزيز بيدخل في ايرون ديفشنسي انيميا وكثير فممكن يصير معهم انيميا فبرضه الرينال ديزيز ممكن تكون موجوده تحت الثلاثه لكن ربطينا احيانا بيكونوا في النوروبسيتيك انيميا ديو تو اريثروبويتين ديفشنسي وهكذا المايكروسيتيك انيميا لها اسبابها بتروحهم من الفوليت والبي 12 اللي يسموهم ميجالوبلاستيك انيميا او الالكحول والليفر ديسيز والميلو ديسبليزيا ودراجز ولوكيمياز برضه هذه ممكن تعمل نورمو او ممكن تعمل نيكروسيتيك انيميا فالدفرنشال دايجنوسز لكل أنيمي عندنا احنا مش محصور برقم محصوص, محصوص احنا عندنا بين كلينيكال كورليشن زائد التغيرات اللي بتصير مع الوقت انه المريض ممكن اول شيء يدخل في نورمو أنيمي انيميا نتيجه ديسيز معين بعدين يصير معه نيكروسيتيك انيميا او ديسيز معين يعمل مايكرو ومايكرو يطلع عندنا نورمال فالشيء دائما في كلينيكال كورليشنز واذر تيست ار اوردرد عشان نصل للدايجنوز المطلوب فهو الوحده من انواع الانيميا اللي هي الميكروسيتيك انيميا اللي بنلاقي عندهم الام سي في لو في منه اكوايرد كوزز وفي منه انيريتد كوزز بناء على اللي قبل اللي احنا حكينا هذول الموجودين يعني الار ديفيشنس انيميا تكون اكوايرد كوز بنحطها مع الاكوايرد كوز الانيميا في كرونيك ديزيز انه المريض صار معه كرونيك ديزيز فاكوايرد السيدر بلاستيك انيميا كود بي اكوايرد وكود بينهيريت لانه لها ان هيريتنس بلاستيك انيميا وانا ما هشرح شو هي سيدر بلاستيك انيميا بس الفكره انه يعني احنا لما نشوف ام سي في لوب وحده من الدفرنشالز بنحطها اللي هو سيدر بلاستيك انيميا المشكله بتكون عندهم في الميتابوليزم فذس كود بي اكوايرد في بيس عندهم المايلودس بلاستيك سندروم او كود بي اوتوزومال ريسيسفلي ان فممكن تكون برضه ان هيريتد الليد بويزنينج البيسس بتعرض له في البينتينجز برضه ممكن يدخله بلد بويزن بصير معهم مايكروسيتك انيميا الانهيرتد اللي بتعلقوا بالثلاسيميا اغلبهم بانواعها او حتى السيكل سيل انيميا السيكل سيل بتعمل هيموليسيس فبتعمل نورموسيتك انيميا لكن برضه هي حضرتك اياها انها ممكن تعمل مايكروسيتك انيميا والبرضه الكونجنتال سيدر بلاستيك اللي احنا حكيناها في الاول فلما الواحد يجينا احنا مايكروسيتك انيميا يجينا عنده الهيموجلوبين لو او يجينا الار بي سي لو مع لو ام سي في فاحنا خلص بنقول انه مايكروسيتك انيميا انت هدفك تعرف لي من كل اللي قبل اللي احنا حكيناهم الديفرنشالز هذول كلهم ان هو حتيم هو اللي عامل الميكروسيتيك انيميا هل هو ايرون ديفيشنسي هل هو آنيم في ديزيز هل هو ثلاسيميا هل هو سكل ولا هو سيدر بلاستيك انيميا فلازم نطلب التستات الموجوده عندنا احنا بتروح بين بعد السي بي سي لما ريتيكيلو سايت كام ايرون ستادز مع سيرم فيروتين هذول اهم مع الاطلاق البرفر باد سميل بنشوف احنا كم عندهم الام سي اتش اللي هو المين كوربسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن اللي هو الام سي اتش سي مع المين كل هيموغلوبين هيموجلوبين وهذول برضو إلهم بيساعدونا في نعمل ناروينج للدفرنشال كم ممكن نشوف السيلز اللي موجوده بعد المايكروسايتس اللي هم الام سي في اقل من 80 بنشوف احنا الام سي اتش اللي هو المين كورباسكولار هيموجلوبين اذا كان اقل من 27 فبكون هايبوكرونيا ان ايزوسيتوسيس اللي هو الديفرنشيشن اللي بصير في السايز اوف ذا سيلز برضه مربوطه بديسيز معينه يعني بكون اكثر شيء موجود في الايرن ديفشنس يعني البوكيريوسيتوسيس اللي هو اللي هو الدفرنسز بتصير في الشيب تاع السيلز برضه مربوط بالاير ديفشنس انيميا التارجت سيلز لها ديفرنشلز كثير لكن الديفرنشلز الموجوده في منها يعني ممكن يكون سبب التارجت سيل اير ديفشنس انيميا فبكون في مايكروسيتيك انيميا او التارجت سيل ممكن تكون بوست بلينكتومي وكذا فممكن تعمل نورموسيتيك انيميا الفكره التارجت سيل اذا شفناها مع اير ديفشنس انيميا او اذا شفناها مع لو ام سي في معناها لها ديفرنشل معينه لكن لو رجعنا التارجت سيلز في نورمال ام سي في في نورمال سيتك انيميا لها ديفرنشلز ثانيه الفكره احنا بنجيب الخلايا الموجوده السيلز ونعملها كورليشن مع الام سي في الكلينيكال بيكتشر اللي معانا بشكل عام الايرد ديفيشنز انيميا لتعتبر الموسم كوز اوف انيميا وورد واي حتى مرضى الكرونيك كيدني ديزيز بنحكي الموست كوز فيهم مرضى ليفر ديزيز بروسس الموست كوز الايرن ديفيشنسي يعني من البريجنت ليدز كذلك يعني الايرن ديفشنسي مش محصوره في في البيشنتس اللي هيلثي اللي ما عندهم اي ديزيز حتى البيشنتس اللي عندهم كرونيك انسز من نوع معين برضه بتكون عندهم الايرن ديفيشنسي يعني انيميا هي الموست كوز 3.1% من الادلت من عندهم ايرون انيميا ومن الفيميلز 5.3 هذه في الدول اللي عندها نيوتريشن منيحه وبحاول أعمل كنترول ديزيز منيحه لكن بتوصل اكيد ارقام اكبر في دول ثانيه فدائما في جيوغرافيكال ديستريبيوشن للانيميز الموجوده للتشلدرن ديو تو الهاي ديماند الميتابوليزم اللي عندهم فبدخلوا في انيميز كثير سواء كانت ايرون انيميا او فوليت ديفشنس انيميا الـ non-menstruating females هم الـ youngs and old females الـ anemia بتكون عندهم الـ iron deficiency anemia from 2% to 3% الـ menstruating بتوصل لـ 9% أو أكثر كمان الـ pregnant ladies الـ iron deficiency anemia بتوصل 50% منها فـ دائماً نتذكر احنا أنه الـ iron deficiency anemia الـ most common cause لها nutritional deficiency أكثر من الجي أي لوسز والمنسترول لوسز النيوتريشنال يمكن المريض الأكل اللي بياكله ما يكون فيه ايرون أو بياكل أكل فيه ايرون منيح لكن بياخذ معه درينكس ثانية أو فودز ثانية بتمنع الأبزوربشن تاعه زي الكافي بتعمل انهبيشن للأيرون أبزوربشن أو التي أو, أو الملك أو السيريلز أو, أو بعض الفايبرز اللي موجودة أو البيشنتس اللي بياخذوا سبليمنتيشن لكالسيوم وزينك وكبر برضه بقلل ابزوربشن للآيرون، الأنتي أسيدز والأومبرازول والفامودين والأدوية هذه برضه بتقلّ الابزوربشن للآيرون، بالمقابل في أدوية ثانية أو فيتامين ثاني بتزود الأبزوربشن للآيرون زي الفيتامين سي والأسد فود عشان هيك دائما الآيرون اللي هو الأدوية الموجودة عنا زي السوبر اي أو الفيرماكس بننصح المريض يشرب معه عصير ليمون مثلاً أو ياخذ معه فيتامين سي عشان نحسن من الأبزوربشن معه، فالأسباب كثار بس الشر اللي هو النيوتريشنال ديفيشنسي لكن ممكن تكون لوس فروم ذا جي اي تراكت زي بس عندهم السرز او كانسرز او ديو تو منسترال سايكل لوس عند المرضى هذول بس دائما الكومن كوز اللي هو نيوتريشنال ديفشنسي فالبيشنت اللي جايين بكلينيكال بيكشر اوف ايرون ديفشنسي انيميا لاي كان بعد ما نطلب سي بي سي نطلب الايرون ستاديز عاد الايرون ستاديز بتراوحوا بين السيرم ايرون والسيرم فيرتن والفيريتن الموجود المخزن عندنا والتوتال ايرون بايند كاباسيتي اهم تست على الاطلاق اللي هو البلازما فررتين فالسيرم فيرتن دائما وابدا عن مرضى الاير ديفشنسي انيميا بكله وعلى عكسه التوتال ايرون بايند كاباسيتي اللي هو الجسم بزود الكاباسيتي او الريسبتورز اللي موجوده عنده في حالات البيسنس اللي عندهم ايرون ديفشنسي انيميا فالبيسنس اللي معهم ايرون ديفشنسي انيميا بيكون عندهم لو بلازما فررتين والبلازما في له ديس ريليشن شيب مع التي اي بي سي او توتال ايرون بين كاباسيتي فدائما مرضى الايرون ديفشنس انيميا بيكون عندهم لو بلازما في مع الفيتد توتال ايرون بين كاباسيتي تقريبا فهذول المرضى بنطلب لهم الايرون ستادز لي هذه واذا المريض كان اولد ايج انت شاك عنده السر او كانسر بنطلب له اندوسكوب او كولونوسكوب عشان يقدم في قاعده عامه حتسمعوها انه البيشنس لون فوق ال 45 او فوق ال 50 وجايب ايرون ديفشنس انيميا وذ اوت اوبفيس كوز لازم نعمل له اندوسكوب وكولونوسكوب عشان توكسكلود المالجنسز الموجوده في الجاي تراك في التشيلدرن بدنا نتاكد دائما من النيوتريشنال ستيتس تاعتهم من اكلهم او بياخذوش اكلات ثانيه بتبني على الابزوربشن تاع الايرون للاطفال اللي بيشربوا شاي بيبدو اهاليهم بيشربوهم شاي وهم صغار وكذا هذا بقلل الابزوربشن للايرون بشكل عام لازم نتاكد من النيوتريشنال ستيتس تاعتهم زائد ممكن نعمل لهم ستول اكزامينشن فور اوفرز تاعون الهوك ورم او اوكلت بلود اذا كان عندهم شيء بيمنع الابزوربشن للايرون اللي موجود فالايرون ديفشنسي انيميا البلد تيست اللي بنطلبه بعد الهيموجلوبين هيماتوكريت والام سي في اللي هو الام سي اتش حتلاقوه ريديوست بنقول احنا سيرم ايرون ريديوست لكن مش مهم السيرم ايرون كثير المهم اللي هو السيرم فيرتن بكون قليل واحنا ما بنعتمدوش برضه نهائي السيرم فيرتن ولو انه هو اكثر شيء معتمد لانه السيرم فيرتن يعتبر اكيوت فيز رياكتنت فالبيشنت اللي عنده ايرون ديفشنسي انيميا كان عنده انفلاماتوري بروسس معين او كان عنده انفكشن معين بتلاقي الفيرتن عنده نورمال او تلاقيه اليفيتد حتى مع انه عنده ايرون ديفشنس انيميا لانه بكل بساطه الفيرتن از اكيوت بيز رياكتف لكن هو اللي بنطلب في السسبكتد ايرون ديفشنس انيميا بيشنس اللي هو السيرم فيبرتون وعلى عكسه دائما بنلاقي توتال ايرون بايند كاباسيتي بتزيد والترانسفيرن ساتوريشن له علاقه فرديه مع السيرم فيبرتون فبكون قليل لكن انت عشان تحلف يمين انه المريض عنده ايرون ديفشنس انيميا لازم تعمل له في الاخر مش لازم بس عشان تتاكد انها تقطع الشك باليقين اذا كان في اي لما داخل فيها الدكتور بحاول يشخص المريض بيعمل له بون مارو بيبسي وبعمل له صبغه على برشن بلو ستين بسموها بيرز ستين فبلاقي انه في ابسنت ايرون موجود عندنا في البون مارو او في البون مارو سيلز اللي موجوده وهذا الاشي بهم اكثر عشان احنا نقارن الحالات هذه احنا بنطلب الايرون ونستدل في البيشنت سسبكتد عندهم ايرون ديشنس انيميا وبريزنس ويذ مايكروسوفيك انيميا عشان نعملها

كان بيكون عندهم بوليكريميزيا وممكن بعض مرضى الايرن ديفشنس انيميا يصير عندهم نيتروبيني اند ثرومبوسايتوسيس الثرومبوسايتوسيس ذس از نوت ترو بتلاقي البليت توصل عنده 500000 600, او 600000 او كذا ذس از نوت ترو لكن بتلاقي عندهم رياكشنري اليفيتد في البليت الموجوده او بنزل عندهم النيوتروفيلز وهذا على طول اول مرضى يبدا يتعالج بالايرن ترجع للنورمال هذه الشغلات ممكن تحصل مع البيشنس اللي معهم ايرون انيميا اللي هي اند النيوتروبينيا على طول مع المانجمنت في بعض الفاكتس بدنا نعرفها انه الميلز جنرالي بيفقدوا من نص الى واحد ملي جرام ايرون بير دي الفيميل الضعف والبريجنانت الضعف برضه لانه البريجنانت عندهم ميتابوليزم عالي او البيبي بيحتاج الايرون الموجود في جسم الام كمان التشيلدرن برضه بيفقدوا واحد لكن الاطفال اللي عمرهم من سنتين لثلاثه يوميا يوميا بصير عندهم بس الايرون مقدار 5 ل 7 ملغ بير دي لانه العمر هذا لو سنتين لثلاثه او سنتين لخمس سنين هذا الايج اوف ميتابوليزم اللي هو الرابد جروث ايفر اللي بصير بتلاقي انه الكونسمشن uh, <تضحك> اللي بصير للايرون سريع كثير البريست ميلك جنرالي والتدلرز دايت اللي هم الاطفال اللي بتراوح عمرهم من سنتين لخمس سنوات اوفن دو نوت كيب اب وذ ايرون ديماند لانه البريست ميلك از نوت انف انه الطفل ياخذ الايرون بس من البريست ملك عشان هيك بعد ست شهور ببدأ يصير لهم سبلمنتيشن وذ ايرون وهذا هو اللي كان موجود فهذا كان بس هيك كمثال انه المريض جاي الهيموجلوبين عنده 9 و7 بكون حاطط لك ال و اتش هو اللي هم اللو والهاي وكان الام سي في عنده لو بعدين احنا والام سي اتش لو فهذا المريض ماشي مع مايكروسيتيك يعني. فاحنا بنصير نعمل الايرون ستاديز عشان نتاكد انه هذا المريض ايرون ولا بنطلع الار دي دبليو اللي هو الديفرنشيشن اللي موجود عندنا احنا بشكل عام بين السيل سايز اللي موجودين يعني ممكن تلاقي سيلز الحجم تاعها شايفين واصل 50 وسيلز ثاني واصل 150 ففي جاب واسع في الـ RDW اللي هو ريد بلاد سيل ديستريبيوشن فلما يكون اليفيتد اكثر من 15 بيكون ماشي اكثر مع ايرن انيميا وهذا من الشغلات اللي بتخلينا نميزه عن الثلاسيميا لانه الثلاسيميا نفس الشيء بيصير معهم انيميا مع تقريبا اغلب الحالات بيكون فيها نورمال ار دي دبليو فالاليفيتد ار دي دبليو ان اي بيشنت وذ مايكروسيتيك انيميا او انديكيتس أن المريض ماشي اكثر مع آير انيميا فالاير ديفشنسي انيميا والانيميا في كرونيك ديزيز او كرونيك انفكشنز والثلاسيميا هذول الثلاثه دائما في ديفرنشالز بينهم كيف تفرق بينهم؟ لان الثلاثه ممكن يعملوا مايكروسيتيك انيميا لكن الاير ديفشنسي انيميا حكينا البولمر شايفين البولمر وبيرزستين اللي هي هذه البرش عن بلو ستين بتمسك وبتشوف قديش في ايرون زيرو الرقم بكون عندهم لانه كل الاير اللي عنده البون مارو بيطلع منه عشان يحاول يعمل كومبنسيشن للسيرم اللي موجود عندنا احنا الفيرتن يعني لكن هذول المرضى طبعا حتلاقوا عندهم لو سيرام ايرون ولو سيرام فيرتين اند اليفيتد تي اي بي سي. بالمقابل المرضى اللي معهم ثلاسيميا لانه عندهم هيموليسز بصير تلاقوا عندهم اليفيتد سيرام ايرون اند سيرام فيرتين والتي اي بي سي ممكن يكون نورمال او لو لكن مارو مرو فيرجستين مليان في عندنا احنا بكون فيرتين او ايرون مخزن فول بول مرو نفس الشيء في الكرونيك انفكشن المرضى هذول بيستهلكوا الايرون لكن ferritin بكون عالي عند المرضى هذول. السيروم ايرون ممكن يكون له عند المرضى اللي معهم كرونيك انفكشن لكن الفيرتين بكون عندهم اليفيتد لانه اكيد فيز رياكتن ومتى ما علي الفيرتين على طول بينزل التي اي بي سي مع مرات انه البون مارو بيبسي بتلاقي في عندنا احنا ايرون موجود في البون مارو فدول الثلاثه من الشغلات المهمه انه نفرق بينهم الشغلات الباقيه لا في فرق واضح انه والله الليد بويزنج السيرام ايرون اصلا بكون نورمال والتي اي بي سي بكون نورمال يعني غير بس هم هذول لازم احنا نفرق بينهم دائما وابدا فانا ما بدي احكي اكثر من هيك على المايكروسيتيك انيميا طبعا المايكروسيتيك انيميا وكل موضوع لحاله بده شرح كثير بس الفكره انه احنا كيف نعمل أهم إشي بين الانواع تاعون المايكروسيتيك انيميا النوع الثاني من انواع الانيميا اللي هو النورموسيتيك انيميا النورموسيتيك انيميا برضه لها ديفرنشلز موجوده تتراوح المهم نتذكر انه الام سي في بيكون عنده النورمال فروم 80 تو 100 فمتولتر اسباب تروح بين الهيموليتيك انيمياز بانواعها والهيموليتيك انيميا موضوع كبير الانيميا اوف كرونيك ديزيزز اللي كانت موجوده في المايكروسيتيك انيميا برضه موجوده في النورموسيتيك انيميا هو اغلب حالاتها فروم 60 تو 80 بيرسنت هتلاقوا في الكتب كاتبه انه 75% او 80% او 70% من انواع الكرونيك الانيميا اوف كرونيك ديزيز تعمل نورموسيتيك انيميا وتو ليس اكستنت ممكن تعمل مايكروسيتيك انيميا لكن موجوده في الاثنين وطول ما هي موجوده في الاثنين بدك تعمل كورليشن بالكلينيكال بيكتشر مع الارقام اللي انت بتجيب البول مارو ديس اوردرز كان ممكن تعمل نورمو او مايكروستك انيميا الابلاستيك انيميا وكلمه ابلاستيك انيميا ذيس از مش نمر ابلاستيك انيميا مش معناها انه المرض عنده انيميا بس الابلاستيك انيميا معناها انه المرض عنده انيميا وعنده ثرومبوسايتوبينيا وعنده لوكوبينيا لكن جرت العاده انها تسمى ابلاستيك انيميا والانيميا اوفرينا للسفشنسي ممكن تعمل نورمو سيتيك انيميا لكن ممكن تعمل ماكرو او ممكن تعمل مايكرو انيميا بس هذول عباره عن ديفرانشيلز يعني نحطه في بالنا لما نشوف معاه مريض معاه نورمال سيتك انيميا بس مش معناه انه ما بيعملوش شيء ثاني عند هذول المرضى فالنورمال سيتك انيميا معناها لو هيموجلوبين اور لو ار بي سيز كاونت وذ لو هيماتوكريت مع نورمال ام سي في ونورمال ام سي اتش مع الام سي اتش سي بيختلف من ديسيز لديسيز ممكن يكون نورمال او ممكن يكون اليفيتد اللي هو المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن اللي هو قديش كميه الهيموجلوبين الموجوده بالنسبه لحجم الار بي سي الموجود جواتها الهيموجلوبين فهذا الاسباب اللي احنا انه المريض ممكن يكون عنده لوس للبلاد فالاكيوت بلاد لوس يعني فجاه واحد صار ينزف يعني عنده صار جاستريك بليدنج او عنده جان شوت وصار عنده اكسترنال بليدنج او تعرض لبلانت ابدومينال تروما بيصير ينزف بسرعه المريض هذا فالبيست عندهم اكيوت بلاد لوس هذا بيدخلوا في نورمال سيتيك انيميا المرضى هذول طبعا يدخل في نورمال سيتيك انيميا لانه ما لحق يصير كومبنسيشن من البون مارو وينزل الايرون عنده يدخل في مايكروسيتيك انيميا فالاكيوت لوس للبلاد بيعمل نورمال سيتيك انيميا مع الوقت لو واحد مثلا عنده جاسترايتس او جاستريك التسر او عنده كولون كانسر هذا برضه بلاد لوس لكن كرونيك بلود لوس الكرونيك بلود لوس هيعمل مايكروسيتيك انيميا مش هيعمل نورموسيتيك انيميا فالبلود لوس بيعتمد هل هو كيوت ولا هل هو كرونيك الهيموليتيك انيميا بكل انواعها سواء كانت أوتوميون او نون اميون او اذا كانت أوتوميون هل هي كولد ولا وور كلها بتعمل في الاخر ديستراكشن في الار بي سيز والديستركشن اللي موجود معناه انه في خلايا بتتكسر بالمقابل في خلايا ثانيه زي ما هي هذول المرضى بيكون عندهم نورموسيتيك انيميا ما في ماركرز مميزه للهيموليسيس اللي هو الـ RBC لما تتكسر بيطلع منها الـ LDH وبيطلع منها الـ Indirect Pilarobin وبيصير كونسابشيل الـ Haptoglobin فدول المرضى بيكون عندهم Indirect Hyperpilarobinemia with elevated LDH and low Haptoglobin الأبلاستيك انيميا اللي هو failure of the bone marrow for RBCs, platelets and white blood cell production ممكن تعمل Neurostatic Anemia وبعض الحالات تعمل Macrocytic Anemia الانيميا Anemia for chronic diseases زي الـ Connective Tissue Diseases أو الـ Autoimmune Diseases بشكل عام تعمل نورم انيميا اند كود بي ذا فيرست بريزنتيشنز في هذه الحالات البون مارو كومبنسيت حالات الاكسسيف لوس او الاكسسيف دامج يعني البيشنتس اللي بيصير عندهم هيموليسيز مثلا تلاقي انه البون مارو عشان فيه هيموليسيز وخلايا قاعده بتروح من السيرم ببدا البون مارو يعمل كومبنساتوري ميكانيزم انه يطلع اما تيور ار بي سيز عن طريق الريتيكولوسايتس اللي موجوده بتلاقي هذول المرضى بيصير عندهم ريتيكولوسايتوسيس ففي عندنا حاجه اسمها احنا ريتيكولوسايت اندكس لو الرقم الموجود لو من 10 2% فاذا صار عند المريض هيموريسيز البون مرو بده يطلع ريتيكولوسايتس فبصير عنده ريتيكولوسايتوسيس وهذا احد علامات الهيموريسيز لكن بالمقابل البيشنتس اللي عندهم سبريشن في البون مرو نتيجه لوكيميا او لمفوماز او نتيجه دراجز معينه بتعمل سبريشن في البون مارو بالذات الاميونو سبريسنس الموجوده فبتعمل ديكريز في النمبر اوف ريتيكولوسايت اللي بيطلع فبيكون عندهم نورموسيتيك انيميا مع لو ريتيكولوسايت كاونت او ريتيكولوسايت اندكس بكون اقل من 2 من 10 واقل من 5 من 10 عند المرضى والريتيكولو سايت برضه بنستخدمه احنا في حالات النورموسيتيك انيميا غالبا اذا المريض اللي كان عنده نورموسيتيك انيميا غير عن البلد فيلم بنطلبه بنطلب الريتيكولو سايت اندكس عشان نشوف احنا بالتشجيهين رايحين للهيموليسيز ولا باتجاه البون مارو سبريشن اللي موجود سو انيميا اوف كرونيك ديزيز اللي حكينا بتعمل الشغلتين ممكن تعمل نورموسيتيك انيميا او ممكن تعمل مايكروسيتيك انيميا الانيميا اوف كرونيك ديزيز البث فيسيولوجي تاعها ميلي بيصير عندهم اندر برودكشن اوف ار

بعد اشهر من الديزيز بروس بدات عنده بيبدا يصير عنده ديكريز في الار بي سي برودكشن او ديكريز سيرفر الار بي سي فبتبدا تظهر عليه اعراض الانيميا ففي شي برزنتيشن اوف نورمو سيتيك انيميا فالكوزز اوف انيميا فكرنا الديزيز حسب الديزيز الموجود قلنا يعني احنا كود بي امبيرد رينال فانكشن مرض عنده ايريثروبويتن ديفيشنسي بيعمل انيميا في كرونيك ديزيز مرض عنده كرونيك انفلاماتوري اور انفيكشوس اور مالجنان ديزيز البس اللي عندهم تي بي اللي عندهم ساركيدوسز اللي عندهم أسأل اي اللي عندهم تبركلوز ولا اي كان ممكن هذول المرضى كلهم يدخلوا في نورموسيتك انيميا او ممكن يدخلوا في انيميا نوع ثاني عادي يعني بس الانيميا في كرونيك ديزيز من الشغلات اللي نحطها ببالنا في البيشنتس اللي بيجوا بالفيرست تايم نورموسيتك انيميا الكرونيك ليفر ديزيز كان من الشغلات المعروفه انها بتعمل نورموسيتك انيميا بأسباب يعني لو كان سبب الكرونيك ليفر ديز انه المريض دخل في برايمري سكولوريزم كولانجايتس او برايمري بيليري كولانجايتس او المريض صار معه ويلسون ديزيز ولا ايا كان او صار عنده فيرال هيباتيتس ودخل في كرونيك ليفر ديزيز ممكن المريض يجينا بانيميا في كرونيك ديزيز لاول مره المريض سبلينوميجالي كان من الشغلات اللي بتعمل انيميا وفي كرونيك ديزيز فالانيميا اوف كرونيك ديزيز يوجوالي نورمال سيتيك لكن حكيت انا ممكن تعمل لها في 25 او 30% في الحالات عشان هيك مش دائما البرزنتيشن واحد لكن دائما نعمل كلينيكال كورليشن بالارقام اللي بتجينا احنا مع الكلينيكال بيكشر بتاعت البيشنس والمميز في الانيميا في كرونيك ديزيز مش زي مش زي الار في انيميا ولا الهيموليتيك انيميا اللي هي الموريتيك انيميا والار انيميا حتشوفوا حالات انه بيشنس عنده بيصير خمسه وبصير اربعه وفي حالات بيصير فيها ثلاثه حتى الهيموجلوبين الموجود موجود لكن الانيميا اوف اه كرونيك اغلب حالاتها بتكون مايل تو مودريت انيميا انه الهيموجلوبين ما زالش عم عن 9 عند هذول المرضى فلو مريض انت يعني مشخصه انه عنده انيميا فكرونيك كرونيك ديزيز واجى عنده الهيموجلوبين سته او خمسه توقع انه في شيء ثاني صار عنده فاغلب حالات الانيميا فكرونيك كرونيك ديزيز على عكس الايرون ديفشنس انيمياز والهيموليتيك انيمياز هذول اللي بصير عندهم صد اللص في الهيموجلوبين بتلاقي انه الهيموجلوبين عنده بيكون يوجوالي فروم كمان هذا بيصير عندهم رديوس سيرام آيرون ورديوس تي آي بي سي لأنه الفيروتين زاد فالفيروتين إذا زاد في حالات الأنيميا فوكرونيك ديزيز دي بيصير عندهم تي آي بي سي هذول البشن بيصير عندهم ريزد ممكن يكون نورمال فيروتين ووث أديكويت بلد مرو آيرون ستورز ستورز عشان هيك حكينا في البيرز أو في الابرشن بلو ستين بنلاقي أنه في عندهم آيرون في البون مرو So, انيميا فوكرونيك ديزيز ultimately is a diagnosis of exclusion يعني ما فيك تحكي انت الانيميا هذه بسبب تي بي او بسبب ساركيدوسس -E -E او بسبب الاس اي او بسبب ايا كان الا ما تاكد انه المريض ما عندوش اي شيء ثاني عمل النورموسيتك او الميكروسيتك انيميا المريض جاي فيها فلازم تعمل اكسكلوجن للهيموليسز او تعمل اكسكلوجن للارض أنيميا او للكانسرز او كذا وهذا بتعمل له اكسكلوجن بكل بساطه عن طريق الستات ثاني يعني الايرون بتعمل لك اكسكلوجن انه هذا لا هذا مش انيميا ذس از anemia for chronic disease. This is not hemolysis لأن المريض ما عندوش مثلا elevated articulocyte count أو المريض ما عندوش elevated indirect bilirubin أو ما عندوش low haptoglobin أو elevated LDH. فكل نوع من أنواع الأنيميا لها markers موجودة أو cell shape موجود معين عند هذول المرضى. So bone marrow is often needed to rule out other causes of anemia بالذات bone marrow suppression. واحنا من بنلاقي عندهم الفيرتين elevated are normal for bone marrow. فا يعني احنا بنحكي المرضى عنده انيميا في كرونيك ديزيز آه عن طريق انه احنا بعد ما نلاقي عنده نورمو او مايكروسيتيك انيميا نعمل ايرون ستادز او الستادز اوف موليسز او, أو كذا وبعدين بنقول المرضى عنده انيميا اوف كرونيك ديزيز فعشان دائما دائما حتلاقوا التيبل هذا اللي موجود انه هاو تو ديفرنشيت بين ايرون ديفشنسي انيميا اند انيميا فور كرونيك ديزيز الموجوده عندنا احنا فالفروقات بينهم اللي احنا حكيناها اصلا اللي هم سيرام ايرون بنلاقيه لو في الايرون ديفشنس انيميا اند انيميا في كرونيك ديزيز ومش هو المهم حكيت لكم الاهم منه اللي هو الفيرتين الفيرتين موجود هي تحت حتلاقوه ان الفيرتين از لو ان ايرون ديفشنس انيميا بيكون نورمال او انكريز في الانيميا في كرونيك ديزيز الترانسفيرن ساتوريشن برضه بيتبع عنا احنا ببعض الحالات اللي هو الفيرتين لكن التي اي بي سي اللي بيكون عكس السيرم فيرتين فسيره فيريتين لو في, في انيميا بيكون اليفيتد في التي اي بي سي اما او في انيميا اما الفريتين حكينا بيكون نورمال او انكريزد في الانيميا في كرونيك ديسيز فحيكون لو اللي هو التي اي بي سي البون مرو حتلاقي انه ابسنت ايرون عن طريق بيرزستر هاي كاتب لكم انه ابسنت فيريتين ستور از ذا جولد ستاندرد عن طريق البرشن دبلوستين لما نحن البمرو لكن اكيد حنلاقيه نورمال او انكريزد في حاله الانيميا في كرونيك ديسيز هذه الفكره فيهم فبس نتذكر كيف نفرق بين الحالات هذه سمبلي عن طريق البلد تيست نطلبها احنا زائد البلد فيلم بنشوف احنا بعض اشكال الخلايا اللي موجوده بس خلينا نفرق احنا الانيميا دي دي في ديسيز على الايرون ديفشنس انيميا او الايرون ديفشنس انيميا فروم ثلاثي النوع الثالث من انواع الانيميا بنحكي عنه بريفلي برضه اللي هو مايكروسيتيك انيميا ماكروستيك انيميا انيمي معناها انه المرض عنده انيميا وذ اليفيتد ام سي في مور ذان 100 فيمتوليتر فاول ما نلاقي المرض عنده مايكروسيتيك انيميا بدنا نشوف ايش نوع الميكروسيتيك انيميا إلها نوعين اللي هم ميجالو بلاستيك انيميا اند نون ميجالو بلاستيك انيميا كلمه ميجالو بلاستيك انيميا معناها اليفيتد ام سي في اللي هو ميكروسيتيك انيميا وذ هايبر سيجمنتد نيوتروفيل النيوتروفيلز الموجوده عندها بصيروا هايبر سيجمنتيشن في حالات الميجالو بلاستيك انيميا والميجالو بلاستيك انيميا لها اسباب محدده اللي هم يا اما حتكون بي 12 ديفيشنسي او فوليت ديفيشنسي وفي الغالب اذا كانت ميجالو بلاستيك انيميا الام سي في حيكون فوق ال 110 حتى مش فوق ال 100 فقط لكن ممكن يكون فوق ال 100 بس اغلب حالات الميجالو بلاستيك انيميا هتلاقوا انه فيها اليفيتد ام سي في مور ذان 110 فيمتو لتر وذ هايبر سيجمنتد نيتروفيل اللي هو النيتروفيل الموجود فيها النيوكلياي يكون عددهم اكثر من خمسه نيوكلياي او خمسه سيجمنتس في النيوكلياس الواحده او النيوكلياس واحده فيها سته سيجمنتس از انف في بعض حالات ثانيه بتعمل ميجالو انيميا غير البي 12 والفولات اللي اذا كان مشكله عندنا احنا اللي هي مشكله في الميتابوليزم اللي عندنا احنا إحنا بنسميهم انبورن ايرور في ميتابوليزم يعني احنا لما نشوف اسبابها اللي هم يا حيكونوا بي 12 ديفيشنسي الميجال بلاستيك او يا اما فوليت ديفيشنسي او كاتب لك نو no ديفيشنسي في الفوليت والبي 12 طب اذا ما كانش في ديفيشنسي في الفوليت والبي 12 ايش ممكن يكون؟ ممكن تكون امبورنز ايرور ميتابوليزم زي سندرومز حتاخذوهم في البيدياتريكس او الناس اللي اخذوهم قبل هيك زي الليشني هان سندروم او اليوريتيك اسيد يوريا ذوز ار رير كوزز ممكن يعملوا ميجالو بلاستيك انيميا في بيشنس عندهم نورمال بي 12 اند نورمال فوريت كمان البيشنس اللي عندهم مشاكل في الكبر اللي عندهم هايبوكابريميا ممكن يدخل كمان في ميجالو بلاستيك انيميا فالميجالو بلاستيك انيميا احنا بنقدر نحكي انا محصورة على البي 12 والفوليت لكن في اذر رير كوز هذول وما لهم مش كلينيكال امبليكيشن كثير الا اذا الطفل انولد في انبورن ايرور اوف ميتابوليزم وكان عنده كلينيكال فينيت او كلينيكال لا ليش نهاي سندروم او لورتيك اسيدوريا ممكن تلاقي عنده عنده ميجالو بلاستيك انيميا ونورمال بي 12 اند فوليت ليفل بالنسبه للنوع الثاني من انواع المايكروستيك انيميا اللي هي نان ميجالو بلاستيك انيميا، نان ميجالو بلاستيك انيميا يعني فيش هايبر سيجمنت نيوتروفيل، والام سي في عنده في الغالب بكون من 100 ل 110، وممكن يكون اكثر من 110، آه لكن في الغالب بكون فروم 100 ل 110 فيمتو ليتر. هذول البيشنت اللي لقينا عنده نان ميجالو بلاستيك انيميا نطلب له برضه الرتيكولو سايد كام فالرتيكولو سايد كام زي ما كان له استخدام في النورمال انيميا، برضه له استخدام في المايكرو انيميا اللي هي نان ميجالو. فاذا لقينا الفيتد بنلاقي انه ممكن يكون سب هيموليسز او اكيوت بلاد لوس ما هو الهيموليسز زي ما حكينا قبل شوي انه في الاول بكون عندهم نورمستيك انيميا بعدين بصير عندهم مايكروستيك انيميا وحتى بعدين ممكن يصير ميجالو بلاستيك انيميا الهيموليسز لانه سبليمنتيشن للبي 12 والفوليت في الجسم بصيروا اقل اما اذا لقينا ارتيكلوسايتوبينيا يعني ارتيكلوسايت كان اقل من 2 من 10 او اقل من 5 من 10 عند مريض عنده نون ميجالو بلاستيك مايكروسيتيك انيميا فالاسباب تتراوح بين الكحول والليفر ديسيزز والميلو دي مع اللوكيميز والليمفوماز والهايبو ثيروديزم فهذا عباره عن سمبل ابروتش لمريض عنده مايكروسيتيك انيميا فاحنا حنحكي شويه الحين عن البي 12 والفوليت لانه هم الموست كومن كوزز اوف مايكروسيتيك انيميا جنرالي سو so, مايكروسيتوسز بتحمل شغلتين يا اما في عندنا احنا ميجالو بلاستوسز اللي هو الميجالو بلاستيك انيميا اللي هو نتيجتها بتكون نتيجه فوليت ديفيشنسي او بي 12 طبعا بي 12 اللي هو اسمه كوبولامين والفوليك اسيد اللي هو اصلا بي 9 هذول بيكون عندهم ديفيشنسي فيهم مع هايبر سيجمنتد النيوتروفيل بنلاقي انه الام سي في زاد عندهم واحيانا بنلاقي انه الار دي دبليو زاد عند هذول المرضى الموجودين سو so, ماكروسايتوسيس uh, معناها البيكسلز اللي هو الام سي في بيكون مور ذان 100 بيكون عندهم امبيرد نيوكلير ماتيوريشن لانه في شيء بي 12 كافي عند هذول المرضى او في شيء فوليت كافي عند هذول المرضى فبصير عندهم امبيرد نيوكلير ماتيوريشن وذ ذا برودكشن بروبلمز اند لو ريتيكولوسايت كاونت عند هذول المرضى لانه في عنده بي 12 وفوليت فالريتيكولوسايت حتما حيكون لو سو so 95% اوف كيسز اوف ميجالوبلاستيك انيميا ار ايذر كوبولامين ديفيشنسي اور فوليت ديفيشنسي بضل ال 5% لو حكيت لكم هذه السندرومات اللي بتصير في Infants انه الولد انولد عنده سندروم معين زي اللي هان سندروم والورتيكا سيديوريا او البيشنس اللي عندهم كبار مشاكل فيه ممكن يدخلوا في مجال بلاستيك انيميا ود نورمال بي 12 اند فوليت اني واي ذس از فيري رير ومش كثير يعني بيجيبوه في Ports, اكسامز او في امتحاناتكم فدائما التركيز على البي 12 والفوليت كيف تشخصهم وكيف تعرف السبب والاهم كمان حتى كيف تعالجهم بس مش موضوعنا المهم احنا نعرف كيف تو ابروتش لمريض عنده ميجال بلاستيك انيميا المايكروسيتك بلاد سيلز او بلاد بيكتشرز بكون عندهم عنده اللي هو علامات الانيميا وذ elevated ام سي في اند ام سي اتش اند ام سي اتش سي المرضى اذا كان ما ميجال بلاستيك عاد بتلاقي انه الام سي في غالبا بيكون 100 ل 110 وذ راوند مايكروسايتس ممكن يكون اكثر من 10 بس احتمال اقل لانه اذا كان اكثر من 110 فغالبا بيكون عندهم جالو بلاستيك انيميا. فاسباب النان ميجالو مايكروسيتيك انيميا اللي هم الليفر ديسيزز والالكهول والهايبوثيرويدزم ولاحظوا انه بقول لك 50% of هايبوثيرويد patients يكون عندهم مايكروسيتيك انيميا وهذول لهم باثوفيسيولوجي معين يعني بندرس في البايوكيمستري اكثر مش موضوعنا بس مرضى معهم hypotheroidism معرضين يصير عندهم نان ميجالو بلاستيك انيميا. كمان البريجنانسي ان الثيرد ثيرد ترايمستر ممكن يصير عندهم مايكروسيتيك انيميا او في بعض الدراجز اللي ممكن تعمل مايكروسيتيك انيميا زي الميزوتركسيت والفنتون في الوربيتا هلا هذه الدراجز اللي موجوده بتعمل نان بلاستيك انيميا لكن برضه في نفس الوقت ممكن تعمل مجال بلاستيك انيميا لانه مثلا الميزوتركسيت عنده كومبتيشن مع الميتابوليزم بتاعت الفولير فممكن يعمل فوليت ديفيشنسي ويعمل ميجالوبلاستيك uh, انيميا كمان مايلو ديسبليزيا والاذر هيماتولوجيكال ديس اوردرز اللي هم اللوكيمياز قصدي فيهم هنا ممكن يعمل نون ميجالوبلاستيك انيميا وذ ام سي في بتراوح من 100 to 110 فيم تو لتر. So the most common cause of megaloblastic anemias are فوليت deficiencies and B12 deficiency. والأكثر well, فوليت folate لأنه الفوليت folate, it's still storage in the system, but storage is going from 3 to 4 months on the other hand the vitamin b12 لاستورز تاع الجسم بيستمر من from 3 to 4 years فلو واحد انقطع فجاه عن السورسز او الفودز اللي فيها بي 12 يعني مريض قلب لفيجن بطل ياخذ نهائي لا ولا البرودكتس تاعون الانيملز اللي هم يعتبروا السورس تاع البي 12 هتلاقي انه ممكن يدخل في بي 12 ديفيشينس انيميا بعد ثلاث سنوات لكن بالمقابل البيشنس اللي بياخذوا دركس بتنزل الفولات او عن عندك اللي فيها فوليت بدخل فوليت ديفشنسي افتر ميديم اوف 3 مانس طبعا البي 12 له اسباب كثير الموست كومون كوز اللي هو البرنيشس انيميا اللي هو عباره عن انتي بادي او عباره عن اوتو ايميون ديزيز بكون في انتي باديز للانترستيك فاكتور اللي بيطلع من الجاستريك بريتال سيلز او البريتال سيلز نفسها والانترستيك فاكتور له دور في الابزوربشن اوف بي 12 فالبي 12 له اسباب كثير بتروح بين الانتشنال ديفيشنسز في البيشنس اللي هم الفيجنز اللي ما بتعرضوا او ما بياكلوا الميتس او التاير برودكتس تبعون الميتس او البيشنس اللي بيصير عندهم اوتو ميم ديسيز اللي هو برنيشس انيميا اللي يعتبر الموست كومن كوز اوف بي 12 ديفيشنسي هلا السؤال انه ايش الفرق بين الفيتا الفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي هو في شويه شغلات بدكم تعرفوها وليش السورس تاع الفيتامين بي 12 جاست انيمال برودكتس يعني موجود هو في الميت وموجود في الايج وموجود في الملك موجود يعني في البرودكتس تاعتهم مش انه هذا عشان هيك البيشنتس اللي هم في فرق بين فيجنز وفيجيتيريانز انه في واحد بس ممتنع عن اللحمه وفي واحد ممتنع عن الميت والبرودكت زي الملك ولا هلا البيشنتس اللي بيمتنعوا عن الميت فقط وبياكلوا الميلك والإكز بيشربوا الميلك وبياكلوا الإكز عادي ما بيدخلوا في بي 12 ديفشنسي لانه موجود فيهم برضه عشان الواحد يدخل في بي 12 ديفشنسي بده يكون لا بياكل ميت ولا البرودكتس اوف ذا انيمالز الموجوده اما الفوليت السورس تاعه موجود في كثير اكلات رح نشوفهم عشان هيك الديفشنسي من النيوتريشن ديفشنسي انها تكون سبب للفوليت ما هواش كثير كومون بالنسبه للبادي كونتنت اوف ذا او الفيتامين بي 12 والفوليت هو واحد 5 مللي جرام الريكويرمنت تاع الفوليت اعلى بكثير من الفيتامين بي 12 لانه يستخدم في كثير شغلات في الميتابوليزم مش مهم الارقام بس الفكره يعني الديلي انتيك كمان اهم بكثير في الفوليت ديفيشنسي لانه الميتابوليزم بتاعه اعلى البادي ستورز بتتراوح من 3 تو 5 ييرز وهذا الرقم مطلوب تعرفوه اما في الفوليت بكون جاست 3 months عشان هيك الديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 نتيجه النيوتريشن ديفيشنسي بتطول كثير لانه بظل مخزن عندنا في الجسم متوسط اربع سنوات اما الفوليت متوسط ثلاث او اربع شهور بالنسبه للدايتري ديفيشنسي از رير في الفيتامين بي 12 لانه بيحتاج سنين طويله على بال ما يصير ديفيشنسي اما في الفوليت كومن لانه في انتر اكشن كثير ممكن يصير مع الفوليت فالميجال بلاستيك انيمياز اللي سببها الكوبولامين ديفيشنسي نتيجه البادي ستورز اللي بتخضع بعد سنوات او الفوليت ديفيشنسز فهذا كله كلام يعني احنا حكيناه تقريبا وبيحكي عن الريكويرمنتس اللي موجوده عندنا الفيتامين بي 12 او الكوبولامين البرودكتس هي موجودين في الميت موجود في البتر موجود في الشلفش موجود في البوليتري ان جنرال موجود في الايج والميت يعني موجود في هذول فالبيشنتس اللي بياكلوا هذه الاكلات حتى لو ما بياكلوا ميت ما يصير معهم في فيتامين بي 12 ديفيشنسي اما بالنسبه للفوليت ديفيشنسي از كومون كثير لانه في اكثر انتر اكشنز كثير موجوده معه والميتابوليزم تاعته عالي وكثير ديسيز بتعمله حتى فممكن اسباب الفوليت ديفيشنسي تتراوح بين ديكريز في البيسنس الالكحول مثلا او الانفانتس هذول بيكون عندهم ان ادكوت انتيك للفوليت زي الموضوع كان في ان intake انتيك للايرون في الانفانتس لان البريست ميلك ما كانش كافي الايرون اللي فيه لازم يتعوضوا بايرون supplementation نفس الشيء بيحتاجوا فوليت supplementation امبيرد ابزوربشن البيسنس اللي عندهم مشاكل في الجي اي تراك زي السيليك ديزيز او زي الكرونز ديزيز هذول عندهم مال ابزوربشن فبصير عندهم فوليت ديفيشنسي هذول المرضى مثلا ممكن يصير معهم بي 12 لكن فوليت is more or is far more common. كمان increase metabolism the patients اللي بياخذوا anti convulsant أو اللي بياخذوا الاورال oral contraceptive بصير لهم competition على الميتابوليزم metabolism تاع الفولات ممكن يصير معهم فوليت ديفيشنسيا أو اللي بياخذوا ميثوتريكسات حنشوف the increased loss of hemodialysis عشان هيك احنا بنحكي إنه the اللي معهم كرونيك kidney disease بيغسلوا اللي عندهم انت ستيج في اسباب الانيميا فيما يقارب 10 اسباب او 11 سبب او حتى 12 سبب للانيميا في البيشنتس اللي, الاند... اللي بتتعرضوا للهيموداياليسيس فبتلاقي الناس في اسباب كثير واحد منهم فوليت ديفيشنسي زي ما حكينا قبل انه بصير معهم اير ديفيشنسي انيميا او بصير معهم اريثروبويتين ديفيشنسي لانه عنده كرونيك كدني ديسيز. كمان بصير عندهم فوليت ديفيشنسي في عمليه الهيموداياليسيس اللي بتصير ففي اسباب كثير للانيميا في مرض الكرونيك كدني ديسيز او بالذات مرضى الاند اللي بيغسلوا من بينهم الفوليت ديفيشنسي او انكريز ريكوايرمنت واكثر الناس اللي بيحتاجوا ريكوايرمنت لهم بالانفنتس في العمر المعروف اللي هو اقل من خمس سنوات او البريجننت ليديز عشان هيك دائما البريجننت ليديز بيحتاج ان ياخذوا فوليت عشان ما يصيرش معهم فوليت ديفيشنسز وما يدخلوش في الدايلما او الكونسيكونسز اوف فوليت ديفيشنسز ان البريجننت ليديز اللي هي النيورال تيوب ديفيكس بشكل عام او الديسيمينيتد كانسرز لانه الكانسر عباره عن هايبر ميتابوليك ستيت لانه بيصير في ديسبليزيا يعني وبتحتاج فوليت اكثر فممكن يصير معهم فوليت ديفيشنسي هذول المرضى <applause> كمان ماركت لي انكريز هيماتو لاي سبب كان موجود البيشنس اللي عندهم هيموليسز حكينا بس عندهم نورمال انيميا مع الوقت حيصير معهم فوليت ديفيشنسي وبي 12 ديفيشنسي بالذات انه الفوليت المخازن تاعتها في الجسم مش كثير بتطول فممكن يدخلوا في فوليت ديفيشنسي هذول المرضى امبيرد يوز زي حالات الفوليك اسيد انتاجونست هم ميثوتريكسيت عشان هيك البيشنس اللي بيتعرضوا او بياخذوا ميثوتريكسيت لازم ياخذوا معاه فوليت فواحد يتشخص مثلا روماتويد ارثرايتس الروماتويد ارثرايتس اول ما يتشخص مريض الروماتويد ارثرايتس فورا بيبدا ياخذ الميثريكسيد كل ما ياخذ ميثريكسيد في, في في, اليوم اللي يليه بياخذ فوليت على طول عشان ما يصيرش عنده فوليت ديفشنسي او مثلا البريجننت ليدز اللي بيصير معاهم اكتوبيك بريجننسي احد المانجمنت اللاينز اوف مانجمنت اوف بريجننسي اللي بنسميه احنا الميديكال مانجمنت اللي يعتبر السكند لاين بياخذوا ميثريكسيد بياخذ وتلاقي كمان بياخذ في اليوم اللي بيتبعه فوليت او فوليك اسيد عشان ما يدخل في الفوليت ديفيشنسي وطبعا انتوا عارفين او اغلبكم يفترض يكون عارف ان الفوليت ديفيشنسي في البريجننت ليدز بيدخل في نيورال تيوب ديفيكت لانه الفوليت مهم كثير في النيورونال جينيريشن بشكل عام فهذه اللابراتوري داتا بشكل عام انه هذا المرضى بيكون عندهم لو هيموجلوبين لو ريتيكولوسايت حسب السبب الموجود السي بي سي بيكون عندهم الام سي في اكثر من 100 ممكن هذول المرضى يصير عندهم لوكوبينيا زي ما حكينا في الايرو ديفشنس انيميا بتتحسن مع العلاج ممكن يكون معهم مدره ثرومبوسايتوبينيا على عكس الايرو ديفشنس انيميا اللي كان معهم ثرومبوسيتوسيس كمان السيرام بي 12 ممكن تطلب انت الليفل تاعهم حنشوف الحين كيف بنطلب الليفل تاعهم ومتى نطلبهم بنلاقي له الريد سيل فوليت هلا احنا في حاجه اسمها فوليت ديفشنس قلنا في حاجه اسمها بي 12 ديفشنسي الفرق بينهم انت لما تطلب البي 12 تطلبه من السيرم تمام تطلبه من السيرم تطلع الليفل تاعه نورمال ليفل اوف بي 12 بيكون اكثر من 400 في كتب تكتبه او ارتكلز او مصادر تكتب اكثر من 500 فاذا الليفل كان اكثر من 400 خلص تحكي المريض ما عندوش بي 12 خلصنا يعني تمام اذا الليفل كان اقل من 100 بتحكي حتما المريض عنده بي 12 ديفشنسي المنطقه اللي بينهم اللي هي بين ال 100 وال 400 او ال 150 بنسميها الجري زون هذه اه والله عنده البي 12 مش قادر احكي انا انه نورمال نفس الوقت مش قادر احكي انه لو ففي تستات ثانيه بدي اضطر اطلبها عشان اتاكد هل ما هو بي 12 ديفيشنسي ولا شيء ثاني اللي عنده بالمقابل الفوليت زمان كانوا يطلبوه دائما من السيرم زي بنطلب احنا السيرام بي 12 كانوا يطلبوا الفوليت نفس الشيء سيرم فوليت زي ما في سيرم بي 12 في سيرام فوليت لكن لقوا انه احسن تطلب الفوليت الموجود موجود جوا الار بي سي نفسه بنسميه ريد سيل فوليت فالبي 12 اذا ناخذ الليفل تاعه وبنطلبه من السيرم اما الفوليت لو بدك تاخذ الليفل تاعه اطلب الريدس الفوليت مش الفوليت من السيرم تمام والسيرم بالاوروبا ممكن يصير في تغيرات بناء على الحاله الموجوده سو الار بي سيز بتكون الفيتد في حالات البي uh, 12 والفوليت ديفشنسي وحنشوف ميجالو سايتس. وطبعا حنشوف ان ايزو وبيكولو سايتس اللي هم الديفرنشيشن uh, اللي بيصير uh, في السايز والشيب ريسبكتفلي بولي كروماتيك بيكونوا والوايت بلاد سيل بتكون هايبر سيجمنتد اللي هو النيوتروفيل اللي النيوكلاس يكون فيها 5 سيجمنتس موجوده او 6 سيجمنتس ممكن تلاقيها بنسميها هايبر سيجمنتد نيوتروفيل في هذه من علامات الميجال بلاستيك انيميا البون مارو اكزامينيشن بتلاقي انه في هايبر سيلر بون مارو نتيجه انه صار عنده اكتيفيشن لاله ف الكوبولامين ليفلز عشان نحكي مع المريض هل في بي 12 ديفشنسي ولا لا فاذا واحد اجانا احنا مايكرو مايكروسيتك انيميا الام سي في فوق ال 100 بالذات اذا لقينا احنا فوق ال 110 فبنقول اه هذا حيكون غالبا معاه ميجال بلاستيك انجيا يعني. فبنصير نشوف احنا المريض طبعا دائما الهيستوري والاكزام بيجوا رقم واحد انه اه انت شو مالك؟ اه والله باخذ ميتريكسيت اه بنقول هذا الاحتمال اكبر يكون معه فولي انت شو مالك؟ لا انا والله إمتنعت عن فيجن ولي سنين مثلا او كذا او المريض عنده تشخص برنيشس انيميا يعني. أو كذا بنقول هذا ماشي مع بي 12 ديفيشنسي أو مرة بياخذ أنتي كونفلجنتس بنقول ماشي مع فوليت ديفشنس. لكن في مرضى بكون بياخذوا كل شيء أو بكون عندهم مشاكل عامة فبصير أنت تحتار أنه واحد فيهم وفي مشكلة لو كان المريض مثلا عنده بي 12 ديفيشنسي وعالجته للفوليت مصيبة هذه تعتبر ممنوع هذا الشيء ينعمل فنحن بصير نطلب الليفلز تاعون البي 12 من السيرم وتاعون الفوليت من الأر بي سيز عشان نشوف قديش الليفلز تاعهم فالنورمال بي 12 ليفل عندنا احنا فروم 100 To 400 او 500 بيكوجرام بير مليليتر هذا عفوا هذه الجري زون النورمال ليفل تاعه للبي 12 يكون اكثر من 400 فاذا كان الليفل تاع البي 12 اكثر من 400 فبتحكي المريض ما عندوش بي 12 خلاص نورمال فوق ال 400 نورمال اذا كان الليفل تحت ال 100 فبكون في بي 12 فخلاص اذا كان تحت ال 100 ابدا عالج له البي 12 اذا كان فوق ال 400 فالمريض حتما ما هوش بي 12 بضل الموضوع الجري زون اذا كان الليفل اللي هو في المنطقه هذه ال 100 ل 400 الليفل تاع البي 12 فاذا كان البي 12 ليفل فروم 100 تو 400 بدنا نطلب تستات ثانيه هنا احنا عشان عشان يميزونا هل هذا المجنى بي 12 ولا هو عباره عن فوليت ديفيشنسي ففي عندنا تو تيست موجودين اللي هو واحد اسمه ميثايل مالونيك اسيد والثاني اللي هم الهوموسيستين فالهوموسيستين والميثايل مالونيك اسيد الاثنين هذول بخلونا احنا نفرق الفيتامين بي 12 عن الفوليت وفي الاصل في واحد اللي بفرق لكن البيشنتس اللي معهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي بوث اوف ذم ويل بي اليفيتد اللي هم الام ام اي والاتش سي الاتش سي اختصار اللي هم سيستين والام ام اي اللي هو الميثال مالونيك اسيد فانت لو لقيت عند المريض البي 12 من 100 ل 400 صرت انت محتار انه هل هذا بي 12 ولا لا لانه مشكله لو كان عنده بي 12 ديفيشنسي انت ما عالجته الها فورا فبنطلب الاثنين اذا لقينا بوث اوف ذم ار اليفيتد فالمريض اه ما بي 12 ديفيشنسي لكن لو لقينا الام ام اي از نورمال ولقينا الهوموستاين انكريز فمن المريض عنده فوليت فالفاصل فعليا هو الام ام اي اللي هو الميثايل مالونيك اسيد الميثايل مالونيك اسيد والبي نورمال ان patients with فوليت ديفيشنسي ولكن حيكون انكريز او elevated في البيشنس معهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي لكن هم بيطلبوا الاثنين سوا يعني تمام فالبيشنس اللي داخلين في الجري زون اوف بي 12 اللي هو يكون عنده البي 12 ليفل من 100 ل 400 فهنا المريض هذا انت مش قادر تحدد عنده بي 12 افشنسي ولا لا فتطلب له الاثنين فاذا كان المثال من الكاسيت اليفيتد فذس از يس ذس از بي 12 ديفشنسي اما اذا كان نورمال فذس فوليت ديفشنسي وهذه الفروقات الجوهريه بينهم هلا اه في فرق كلينيكال بينهم الاسباب لكن ما بتقدرش انت تاكد يعني لانه حتى الفوليت ديفشنسي بيعمل نيورجيكال مانيفستيشن انا ما بشرح الكلينيكال بوينت اوف في فيو هذا بس احنا بنعمل انتربتيشن قاعدين لكن هذول هم التستين اللي بنعمله فالبيشنتس اللي جايين بميجالو بلاستيك انيميا تروح تطلب له انت البي 12 ليفل فاذا لقيت البي 12 ليفل او الفوليت اللي موجود كمان هو في الار بي سيز فاذا لقيت البي 12 عنده اقل من 100 فبتعالجه على طول للبي 12 لانه هذا المريض حتما عنده بي 12 ديفيشنسي لكن اذا لقيت البي 12 اكثر من 400 فالمريض معوش بي 12 ديفيشنسي اذا كان في الجري زون اللي هو من 100 ل 400 حنيت احنا نطلب المثال مالونيك اسيد فاذا كان الفيتد فذس از يس ذس بي فيل ديفشنسي لكن اذا كان نورمال فذس فوليت ديفشنسي فهيك احنا حكينا زي اوفر فيو عن كيف نعمل انتربريتيشن للانيميا انه مريض اجانب انيميا ايش التستات اللي بتهمنا في الكومون ديز الموجوده طبعا هذا الانتربريتيشن مش كامل لكن هذا المينيمم المطلوب تكونوا انتم عارفينه تو ديفرنشيت بتوين ذا كوزز اوف انيميا آه حنبدأ الحين بالديس اوردرز اوف وايت بلاد سيل فقط يعني آه والبليتلت ما حنطول فيهم كثير الانيميا هي الاهم دائما احنا آه بالنسبه للوايت بلاد سيل هو الجزء الثاني من المحاضره آه الوايت بلاد سيل مشاكلها كثيره طبعا واكيد انتم دائما بتربطوا الوايت بلاد سيلز بالانفكشنز وبالكانسرز اللي موجوده فالوايت بلاد سيل جنرالي اسبابها يا حتكون نيو بلاستيك او نون نيو بلاستيك ديس اوردرز اوف وايت بلاد سيل النيو بلاستيك ديس اوردرز او النيو بلاستيك بروليفريشنز اللي هم الكانسرز الموجود اللي هم اللوكيميز واللنفومز وما يشابههم كمان النون نيو بلاستيك اللي هم الانفكشنز بشكل عام اللي بيزودوا او بيقللوا الليفلز تاعون الوايت بلاد سيل فاذا الوايت بلاد سيل نمبر كان اقل من 4000 فذيس از لوكوبينيا اذا كان مور ذان 11000 فذيس از لوكوسيتوسس هذه الارقام اللي احنا بنحكي عنها في الادلتس ما هم مش في الانفانتس ما هم مش في البريجنانت ولا اي شيء في الادلتس لانه الارقام بتتغير مع العمر فات بيرث نورمالي في الوايت بلاد سيل الرقم تاعها from 10000 to 26000 the children اللي عمرهم من 6 ل 12 الليفل بيقل شويه بيصير from 5000 to 13000 فالاطفال اللي هو طفل عمره 9 سنين لما تلاقي عنده الوايت بلاد سيل 11 و12 this is normal بيفرق at birth في النيونيتس لما تلاقي الوايت عنده 25 و20 ذيز نورمال لكن في الادلت الرقم مشهور اللي هم فروم 4 تو 11000 تمام كمان بدك تعرف الديفرنشيشن للوايت بلاد سيلز الموجودين النيوتروفيل بشكله 60% من الوايت بلاد سيلز احنا بنحكيهم 60 30 6 3 1 فالنيوتروفيل تقريبا 60% من الوايت بلاد سيل الليمفوسايت 30 المونوسايت 6 الايزينوفيل 3 اما البيزوفيل 1 فهم 60 30 6 3 هذا النورمال ليفل تاعهم يعني متوسط ل 40 ل 80 60 متوسط ل 20 ل 40 30 متوسط ل 2 ل 8 اللي هو 6 ومتوسط ل 1 ل 5 اللي هو 3 فهذه لها رول اللي هو قديش المفروض يكون واحد لانه ممكن تلاقي واحد عنده نورمال وايت بلاد سيل تلاقي الوايت بلاد سيل 7 مثلا عنده لكن تلاقي 90% من السيلز ار نيتروفيل. ففي عنده شيفتنج تاورد نيتروفيل فالمريض ماشي مع نيتروفيل يا ابنك. مريض المريض فلا معناه انه في كوز معين لإلهم. فلما فبت... نقل ال white blood cell عن 4000 this is leukopenia لما نزيد this is leukocytosis الاسباب تاعهم البروليفريشن ممكن يكون reactive disinfection او ممكن يكون نيو بلاستيك leukopenia is defined as the number of white blood cells is less than 4000. فممكن يكون مريض عنده نيتروبينيا فقط اللي هو النيتروفين بس هي اللي نازله يعني صارت الريش تاعتها اقل من 60% فبنسميها نيتروبينيا وهذه ريسكي لانها المريض بيكون يمينه كومبرمايز سنيتها ممكن يصل لمرحله انه ما عندوش نيتروفيلز نهائي ويدخل في اجرانيولوسايتوسس او ممكن الليمفوسايتس هي اللي تنزل اللي كانت الرشة تاعتها بتشكل 30% من وقت بلاد سيل لما تنزل بنسميها ليمفوبينيا فهذول عدد وما تخلص اسبابهم يعني اسبابها والديفرنشال دايجنوز للليمفوبينيا كثار النيتروبينيا كثار الفكرة انه تعرف كيف السبب شو هو الموجود تتعالج عليه يعني بنية كثير مربوطة حتلاقوها بالبيشنس اللي كومبرومايز سواء كان كونجينيتال عنده ميون ديفشنسي أو المرض معه اتش اي في ودخل في ايدز أو بياخذ كورتيكوستيرويدز المريض أو عنده اوتو diseases ديسيزز زي الروماتويد ارثرايتس والاس ال اي مميزين الاس اي مثلا أنه بيصير في بعض الديسيزز كاركترستيك أو انفكشنز معينة تعمل تكريز في الليمفوسايت نمبر وكذلك الحال على النيوتروفيل فالنيوتروبينيا اللي هو واحد من ديفرنشالز اوف وايت بلد سيل النيوتروفين لما ينزل النمبر عن 1500 بنسميها نيتروبينيا وبيقسموها مايلد مودريت اند سيفير فاذا كان الابسوليوت نيتروفيد كاونت اللي ان سي من 1000 ل 1500 بنسميه مايلد فروم 500 تو 1000 ذس از مودريت واذا كان اقل من 500 ذس از سيفير نيتروبينيا وهذه ريسكي لانه المريض ممكن في اي لحظه بالذات اذا صار معه فيفر اذا كان في فيفر مع نيوتروبينا بسميها نيتروبينيك فيفر هذا المريض بيحتاج برومت اور اميديت ايفالويشن اند مانجمنت وذ بتغطي انواع معينه البكتيريا. ويتاخذ منه كلتشر وينعزل وبالذات بصير اكثر شيء نيتروبينيا مع الناس اللي بياخذوا كيموثيرابي الكيموثيرابي بتنزل النيوتروفيل بشكل كبير فالبيشنس هذول دائما لازم ننتبه لهم لانهم ريسكي بياخذوا اي في انتيبيوتكس وكذا يعني مرضى بالذات السفير نيتروبينيا اذا نزل الابسوليوت كاونت عن 500 بالنسبة للجرانيلوسيتوسس معناها انه صار عندنا مارك decrease إن نمبر of the neutrophils فتقريبا نحكي انه عندهم virtual access of neutrophils، لأجل like neutrophils بتكون عندهم اقل حتى 150 تخيل لوين الرقم بكون عند هذول المرضى. بالنسبة لللوكوسيتوسس اللي هو العكس انه الوايت white blood تزيد عن 11000 ألف نعرف انه في كلاسيفيكيشن بناء على هو ديفرنشال اللي زاد هل النيوتروفيل هي اللي زادت اليوزينوفيل البيزوفيل المونوسايت الليمفوسايتس فهذه دائما بسالكم فيها في المستشفيات دائما حتشوفوها انتم في السي بي سيز انتم بتقراوها بتلاقوا انه عند الوايت عنده مثلا 15000 بتلاقي فالفكره انه انه هو واحد اللي زاد ممكن يكون أو والبيزوفيليا معروفه انها مقلقه البيزوفيليا از ورينج دائما تحمل ريسك او المرض يحمل يكون معه مالجنانسي مربوطه في السي ام ال مثلا فيه لما تشوفها مربوطه بالالرجيز اند باراسيتيك انفكشن النيتروفيليا مربوطه بالانفكشنز وبالانفاركشنز او البكتيريا انفكشنز والانفاركشنز البيشنت بتصير معهم بكتيريا انفكشنز مش كلهم بعض انواعهم البيشنت بتصير معهم ام اي بتصير عندهم كذا بتلاقي انه النيتروفيل عباره عن رياكشنري سيلز بتروح على المكان اللي بصير فيه نكروسز فبيالو المونوسايتس برضه مربوطه بديزيز معينه والليمفوسايتس مربوطه بديزيز معينه قبل ما نشوف السلايد هذه خلينا نشوف هاي الدفرنسز الموجودين فبنحكي انه المريض عنده neutrophilic لوكوسايتوسيس المريض عنده eosinophilic لوكوسايتوسيس اللي هي الايزينوفيليا المريض عنده بيزوفيليك لوكوسايتوسيس اللي هي البيزوفيليا وكل واحد له ديفرنشالز وهذا اللي دائما انتم حتشوفوه ان يور انه مريض جاي والوايت عنده عالي لقيت عنده البيزوفيل عالي فبقول لك انه which would be the most appropriate differential here in accordance مع الكلينيكال بيكشر طبعا فالنيوتروفيليا لها اسباب اللي هم الاكيوت بكتيريال انفكشنز بالذات اللي بيعملوا بيطلعوا بص دائما اذا في بص في نيوتروفيليا بالذات او بصير استرا انفلاميشن في حالات الانفاركشنز نتيجه كمان اللي كمان الايزينوفيليا برضه لها ديفرانشيات بالذات الالرجيز زي الازمه والهي فيفر سيرتن في انفكشنز برضه لهم علاقه في الأليرجيز زي البنفيجاس بانواع والديرماتيتس كمان بارازيتك انفكشنز والورم جامل فيليا. الليمفوماز برضه بيعمل ايزينوفيلياز بانواعها الفاسكولار ديزيزز الكونكتيف تيشو ديزيزز والفاسكولايتس بيعملوا ايزينوفيليا فالايزينوفيلياز برضه لها ديفرنشال ديجنوسز البيزوفيليا رير لكنها وورينج لانها بتحمل ريسك انه المريض يكون معه مالجنانسي دائما كانوا يسالونا دائما في المستشفيات انه لو واحد اجى البيزوفيل عنده عالي الشغلات بدك تفكر فيها إلها ديفرنشال صغيره هذه ممكن تلاقوا اعتقد كمان حتى الليد بويزنج الها وكذا لكن لازم تحكي حتما تحكي السي ان ال اللي هو واحد من المايلو بروليفيرت في ديس اوردرز فالبيزوفيليا از بورينج فده لها محدد المونوسايتوسيس كذلك مربوطه بالكرونيك انفكشنز كثير والكرونيك انفلاماتوري ديزيز بالكونكتيف تيشو ديزيز المونوسايت بتاعها ذس از رير لكن اذا شفته بدك تفكر فيه لو من الكرونيك انفكشنز زائد الكرونيك انفلاميشنز والانفلاماتوري بول ديزيز لانه برضه يعتبر كرونيك انفلاميشن زي الانسل اي والالسرات الليمفوسايتوسيس بالمقابل أكيد أنتم شفتوا علاقتها مع الفيرال إنفكشنز زي الإفتاتس اي السيتو فيروس، البستا، أو ممكن يكون علاقة مع بعض البكتيريا انفكتشنز زي البروتيلا برتاس، ما بكتيريال بكتيريا اللي أنها بتعمل ليمفوسايتوسز مش النيوتروفيدو، تمام؟ الحين في حاجة اسمها الكومويد ريأكشن، احنا دائما إذا شفنا الوايت بلاد سيل، لقينا مثلا الوايت بلاد سيل كاونت بـ 100 ألف، فلا إذا شفنا 100 ألف بنقول المريض غالبا ما هو كانسر الا اذا في عنده شيء ثاني زي مرض شال سبلين بان عندهم الوايت بلت سيل لكن في بعض المرضى بتلاقي الوايت بلت سيل عنده 30000 فبصير نقول اه هذا ماشي مع كانسر ولا لا آه في سبب ثاني للهاي اليفيتد وايت بلت سيل كاونت هو الليكومويد رياكشن لانه مشابه اللوكيميا بس اذا لقيت الوايت بلاد سيل كاونت 30000 مش دائما الاشي وورينج ممكن يكون نتيجه انفكشن معين وعمل ليكومويد رياكشن احنا بنسميه انه الوايت بلت سيل طلع بشكل كبير وفي شغلات بتخلينا احنا نميزه عن اللوكيميا كيف تفرق اللوكومويد فممكن واحد بكل بساطه يصير معه تنزولايتس او يصير معه ديكي اي او يصير معه فيكشن بلون ولا كذا وتلاقي الوايت بلاد سيل عنده صار 25000 صار 30000 كذا فاحنا احنا بنسميه لوكومويد رياكشن سو so, لوكومويد رياكشن از فيري هاي لوكوسيتيك كاونت اللي هو مين نيوتروفيلز تو ليفل ميستيكن فور لوكيميا اللي سيم ال ممكن يكون فيكشنز معينه زي البستان بار فيروس انا في حالة شفته مريض دي كي اي كان وداخل في انفكشن وسكره عالي كان عنده الوايت بلاد سيل عالي بيشتغل كتير لهم ففي كلوز كيف تفرق بينهم اهم شيء اللي هو اللي هو اللي هو الاي ال بي لوكوسايت ال ال بي اللي هو الليكوسايت اللي الكلام فوسفاتيز اذا لقيته عالي في معناه المريض عنده لوكومويد رياكشن اما في اذا لقيته نورمال فماشي في مع سيم ال زاد السي ام ال في كروموسوم مشهور اسمه فيلادلفيا كروموسوم اذا كان بوزيتيف فما ماشي المرض مع لوكيميا مش تكون رياكشن بس الفكره اللي توصلها انه الهاي ليفيتد نمبرز اوف وايت بلاد سيل مش دائما تحمل انه المريض يكون معاه لوكيميا بالنسبه للبلاستيك كوزز للوايت بلاد سيل هم الليمفومز واللوكيمياز بانواعه وبأسبابهم هذول اللي بيعملوا هاي ليفيتد وايت بلاد سيل حسب الدفرنشال اللي موجود ما حنحكي عنهم لكن نتذكر بس الدفرنشال دياجنوسز لكل نوع من انواع الوايت بلاد سيل وايش اسبابه عشان تبدا تعمل نروينج يور دفرنشالز بناء على الارقام المعطاه لك تمام اخر شيء اخر جزئيه اللي هو البليدنج ديس اوردرز هتلاقوا انه في مرضى بيجوا دائما بيبستاكسس او مرضى بيجوا بجنجبل هيمورجز او بصير فيميلز بيجوا بهيفيمنسز او ايزو او في بيشنس معينين بتراكم عندهم البلد او بصير له اكيميوليشن في الجوينتس والمصل في بيصير معهم هيماتوماز اند هيم ارثروسز فالفكره معناها انه عنده مشكله في الكواجيوليشن سيستم اللي موجود او البليتلت سيستم اللي موجود ففي عندنا نوعين احنا من الشغلات اللي بيعملوا بليدنج اللي هم البليتلت ديفكتس اند الكلوتيك فاكتور ديفشنسي اللي هو مشاكل في البليتلت انتربريتيشن او في الكلوتيك فاكتور ديفشنسي انتربريتيشن بشكل عام ففي فروقات بينهم انه المرضى اللي عندهم مشاكل في البليتلت هذول المرضى بيشكوا دائما من سوبرفيشال بليدنجز بيشكوا وما يعني واحد انجرح بصير معه على طول ينزف فالبيشنتس اللي مثلا بيخلع سنه هذا دائما بيسالوكم عن توث اكستراكشن لو واحد عمل توث اكستراكشن صار معه بليدنج على طول بعد التوث اكستراكشن يعني ات ذا تنت ات ذا كلينيك المريض غالبا عنده مشكله في البليتلت يعني within ذا فيرست 8 مينتس لكن مريض عمل توث اكستراكشن روع على البيت بعد ما روع على البيت صار معه بليدنج فمعناها انه المريض غالبا عنده بلوتنج فاكتور ديفيشنسي ففي فروقات معينه انه البليتلت ديفكت سواء كان في النمبر او في الفانكشن كان فيهم مشاكل فالمرضى دول بيجوا بسوبرفيشال بليدنجز وبكون عندهم بتيكيا وسمول ايكيموسز من غير ما يكون عندهم ديب بليدنجز يعني بيصير عندهم مشاكل في الجوينتس والمصل بيصير عندهم ابنيديت بليدنج بعد اي كت او بعد اي عمليه صارت بالمقابل البلوتنج فاكتور ديفيشنسز عند هذول المرضى بيصير عندهم ديب بليدنج ما هو سوبرفيشال وديليت بكون عندهم بعد الانجري اللي صارت لهم within minutes or hours بصير بعدين البليدنج وكمان عندهم اللي هم اللارج ايكوموسز with deep bleeding في الجوينتس وفي المسلز اللي هم اند مسلز هيماتوما بالنسبه للبليتلت بكل بساطه يعني النورمال بليتلت from 100000 or 150000 الارقام مختلفه عليها شويه مش مشكله 400 او ألف بنحكي البيزنس اللي عندهم البليتلت اقل من 100000 عنده ترومبوسايتوبينيا بقسموها مايلد ومودريت وسيفير ولايف ثريتنينج المايلد اللي هو البليتلت تكون من 50 ل 100000 هذول بصير عندهم فقط انج بليدنج بعد الانجري يعني المريض اللي عنده البليتلت 70000 هذا مش شيء مقلق نهائي حتى بدخلوا عمليات فيهم ممكن بالارقام هذه اللي موجوده لانه هذول ما بصيرش معهم بليدنج الا مايلد وبعد انجري ما يصير اما ما بصير عندهم ستنتنت عاد بالنسبه للبيشنتس اللي عندهم البليتلت من 20 ل 50000 هذول المرضى بنسميهم احنا مدرة ترومبوسايتوبينيا وهذول ممكن يصير عندهم سبونتانيوس بليدنج هذول المرضى ممكن يصير عندهم بالنسبه للي عندهم بليتلت اقل من 20000 هذه بنسميها احنا سفير ترومبوسايتوبينيا وهذه مقلقه لانه ممكن يصير عندهم صدلي انترا كرينيال هيمورج سبونتانيوس عشان هيك اللي عنده البليتلت اقل من 20000 في بعض الجايد لاينز لازم المريض يتعوض بليتلت اذا كانت البليتلت اقل من 20000 فاحنا بنحكي انه البلات اذا كانت اقل من 50000 حديث المرض بيسمعوا سيرجيكال بليدنج اذا كانت البلات من 10 ل 20000 بيسمعوا سبونتانيوس بليدنج اما اذا كانت اقل من 6000 بيسمعوا سيفير سبونتانيوس بليدنج او لايف ثريتنينج بليدنج لكن البلات اذا نزلها ل 20000 بنبدا نبدا هنا نقلق وممكن المرض يحتاج تعويض للبلات ففي حاجه اسمها بليدنج تايم بتدللنا على البليتلت فانكشن اللي موجوده البليدنج تايم اللي هو معناه انه اذا واحد انجرح بعد قديش مفروض النزيف يوقف يعني فرض واحد ايده نزعت بسكينه ولا ايا كان وتغرز المريض هذا مثلا وعنده بليدنج مفروض الهيموستاسيس يكون اشتغل ووقف البليدنج عنده بعد 2 تو 8 مينتس فالبيسنس بعد دقيقتين ل 8 دقائق مفروض البليدنج يوقف وهذا هو البليدنج تايم اللي هو بيعمل لنا اسسمنت للبليت كاونت اند فانكشن يعني هو عادي سواء كان مشكله في البليت نمبر او في الفانكشن اذا كان مشكله في النمبر اللي هو الثرومبوسايتوبينيا او في الفانكشن اللي هو الثرومبوسايتوباثي باسبابه وانواعهم الكبيره الطلاب في الكلينيك اتوقع اذا في موديل الهيماتولوجي او طلاب في فيزيك حياخذوها في موديل الهيماتولوجي الاسباب كثير بس الفكره انه البيشنتس اللي صار عندهم برولونج دي بليدنج اكثر من 8 دقائق بنحكي انه البليدنج تايم عند هذول المرضى برولونج دو بصير عنده مشكله في البليدنج سواء كان في النمبر او في الفانكشن سو نورمال فاليو للبليدنج تايم از فروم 2 تو 8 مينتس 5 to 10% of patients have prolonged the bleeding time. واحنا ما بنعملوش كثير هذا التحليل صراحه يعني من الشغلات اللي بنركز عليها يعني شايف نات ريكومندد فور تيستينج بالذات في البري اوبرتيف يعني المريض لما بيعمل سمبل اوبريشن وما عندوش اي مشاكل في البليتلت والدم ما له سي بي سي فقط ما له شيء ثاني احنا هو اذا المريض باخذ ادويه اغلب الادويه بتاثر على الكواجيليشن سيستم هذول المرضى بشكل عام يعني احنا البي تي والبي تي تي وكذا اما البي تي مش كثير بالعمل بس في حالات معينه بنعمل فيها تمام بالنسبة للكواجيليشن سيستم بالمقابل تحاليله اللي احنا بنطلبهم اللي هم الاي ان ار اللي هو مثلنا لنا البي تي والبي تي تي اللي هو البارشل ترومبوبلاستم تايم ففي عندنا تو تيست اللي هم البروثرمبن تايم والبارشل ترومبوبلاستم تايم هذول بيشتغلوا لنا مش على البليتلت بحددوا لنا كيف الأفكتيفنس اوف ذا كواجيليشن سيستم سواء كان اكسترنسك او ترنسك باثوي ففي عندنا احنا حاجة اسمها البي تي اللي هو البروثرمبن تايم بنستبدله احنا بشغلنا بالاي ان ار الاي ان ار اللي هو الانترناشنال نورماليز ريشيو بتساوي البي تي تاع البيشنت على البي تي النورمال المفروض كلكم يكون عندكم الاي ان ار واحد البيشنت اللي بياخذ وارفارين بيبدا الاي ان ار يزيد عندهم عن الواحد البيشنت بكون التارجت تاعنا نقول الاي ان ار من 2 ل 3 ما بنعتمد احنا البروثرمبين 5 هو اه له نورمال فاليو اللي هو 10 ل 15 واذا كان اكثر من 15 بنحكي برولونج بليدنج تايم ولكن احنا بنستبدل بشكل كامل بالاي ان ار فالبروث ريمبند تايم بيعمل لنا مجموعة للإفكتفنس للإكسترينسيك باث ويب حتاخذوه في الكوأجريشن سيستم أو في ناس منكم أخذوه قبل هيك في موديول الهيماتولوجي فالبيس عندهم برولونجيشن في البروث ريمبند تايم معناها إنه عندهم مشكلة في الاكسترنسك باث ويب تمام طبعا الاكسترنسك باث ويب بيشتغل عليه اللي هم الكوأجريشن <applause> فاكتور رقم سبعة وبعدين بيبدا بالكوم باث ويب <applause> اللي هم 10 و2 و1 مع السمبلنتج تبعهم فالبيزنس اللي بياخذوا وار بالذات هذول البيس اوف عندهم الاي ان ار فاحنا بنتبع الوارفرين بالاي ان ار بكون التارجت عندنا تاعه من اثنين لثلاثه او من ثلاثه لاربع في حالات معينه للناس اللي أممات وكذا يعني تمام فايش اسباب البرولونج بروثرين تايم البي تي فيتامين كي ديفيشنس اكيد لانه الفيتامين كي يعتبر كو فاكتور اوف فاكتور 10 9 7 اند 2 فاكتور 7 و10 و2 هذول كلهم بياثروا على الاكسترنسيك باثوي تلاقوا انه البي تي عندهم هذول المرضى الليفر ديزيز لانه الليفر مسؤول تقريبا عن تصنيع كل الكواجيليشن فاكتورز تقريبا كلهم فبصير عندهم بروجيشن في البي تي وطبعا حيصير في البي تي تي برضه بس احنا بنحكي لما نلاقي البي تي عالي بدك تفكر في هذا سواء كان معه برولونج بي تي تي او نورمال بي تي تي ديفيشنسي اور انهبيشن للفاكتور اللي هم المسؤولين على الاكسنسبل كوم بات او اللي عندهم انتي فوسفوليبيد انتي بادي صدر نتذكر دائما انه الهيبارين ملوش اي علاقه نهائي في البي تي لانه الهيبارين بيشتغل على الانترنسك باثوي تمام آه هذا هو الكواجليشن كاسكيد المفروض تكونوا حافظينها وحتعرفوها اللي آه لو بدلنا احنا على الانترنسك والاكسترنسك باثوي فهذا الانترنسك بده من هنا والاكسترنسك باثوي بده من فاكتور 7 بالنسبه للبي تي تي اللي هو البارشل تروبو بلاستن تايم بيعمل لنا افكتفنس ميجر الافكتفنس اوف ذا تريسك باث واي والتريسك باث واي بيبدا من فاكتور رقم 12 بعدين 11 بعدين 9 بعدين بيبدا لنا باث واي فنورمالي من 25 ل 40 هذا ما فيش شيء بيعادله زي موضوع الاي ان ار لا خلص احنا عندنا الاي بي تي تي وله أسبابه واللي بيعملوا الاليفيشن اللي هم الهيبرين الهيموفيليا اي وبي لانه بياثروا اصلا على الفاكتورز بتشتغل على الانترستيك باث في الفون فيلبراند ديزيز لانه بياثر على فاكتور 8 فاكتور 9 ديفيشنسي او فاكتور 11 ديفيشنسي فاكتور 8 ديفيشنسي فكل هذه الشغلات بتاثر على الانترستيك باث في بتعمل اليفيشن للبارشل بارشل ترومبوبلاستن تايم اذا البارشل ترومبوبلاستن تايم لقيته اليفيتد دائما نعمل تيست اسمه ميكسينج تيست عشان تعرف المشكله وين هل انه الفاكتورز الموجوده في الانترستيك باث وهي قليله ولا لها انتي فانت لو جبت كميه بلازما فيها كواجليشن فاكتورز نورمال وعملت لهم ميكس المفروض يتحسن البارسل ترومبوبلاستين تايم لكن لو ما تحسنش البارسل ترومبوبلاستين تايم معناها المريض عنده انتي بودي للكواجليشن فاكتورز الموجوده وهذا بنسميه احنا ميكسنج تيست عشان هيك احنا لما نلاقي برولونج بي تي مع نورمال بي تي معناها المشكله فقط في الانترستيك باث اللي الهيموفيليا سواء كان ايه او بي او سي او الفاكتور 11 ديفشنز اللي هي الهيموفيليا ايه او الكريسماس ديزيز بسموها اتوقع او فاكتور 8 انهبيتور اللي هو في عنده انتي باديز للبي تي تي بس البي تي بيكون نورمال معناها المشكله فقط في الانترستيك باث وي في ديزيزز تعمل الاثنين سوا اللي هو برولونج بي تي اند برولونج بي تي تي اللي هم بياثروا على الكواجيليشن فاكتورز الموجوده في الانترستيك باث وي اند انكترستيك باث وي These causes include vitamin K deficiency, liver disease, and warfarin treatment. لأنه حكينا بيأثر على الاثنين الموجودين. بس الوارفرين على الرغم من انه يأثر على الاثنين البي تي والبي تي تي احنا حكينا بنتبه بالاي ان ار لانه اول شيء الوارفرين بياثر على الاكستنسك باث فالتغيير احنا بنتابعه في البي تي عشان هيك المريض اللي بياخذ وارفرين ديروا بالكم الاثنين بيعلى البي تي اللي هو الاي ان ار والبي تي تي لكن احنا بنتابعه بالاي ان ار لانه بيشتغل بسرعه على فاكتور سبعه اللي هو له شورتست هاف لايف الاكوايرد انهبيتور فاكتور 5 لانه حيكون في الكومبات فاكتور 10 حياثروا على الاثنين الموجودين سوا فهذول هم التستات اللي احنا بنطلبه من لانه هو بليدنج سواء كانت بليتلت او كانت كواجوليشن سيستم فهذول هم الموجودين ممكن الموضوع البليتلت ممكن يكون الشيء له علاقه في النمبر اللي هو البليتلت عددها اقل من ألف او اقل من 150000 فالمشكله بتكون انه البول مره بصنع شيء او البليت تطلع وتتكسر في البريفري زي الاي تي بي او الكونسبشن تاعها بزيد في الدي اي سي او مشكله في الفانكشن تاعتها اللي هو بنسميه احنا ترومبوسايتوباثي اللي هو الكواليتيف يعني مش كوانتيتيف وله كل واحد له اسبابه حتاخذوها في مديول الهيماتولوجي او في الباطن يعني حتشرح لكم كلينيكالي فهذا هو ملخص موضوع البليتلتس الموجودين وكيف المشاكل اللي فيهم مش ححكي عنهم كثير لانه بس الفكره اذا لقيت بليت لو زي موضوع الانيميا لقينا في هيموجلوبين لو او ار بي سي لو بنقعد ندور على السبب بناء على تستات بنطلبها او بون مارو بيبسي او دراجز بياخذها البيشن وكيف نفرق بين كل سبب من اسباب الانيميا كيف نفرق بين كل سبب من اسباب الترومبوسايتوفين في كل سبب بون مارو سبريشن لانه المريض عنده كانسر والكانسر اللي اللوكيميا او الانفوم عامل انفيجن للبون مارو او المريض بياخذ دراجز معينه الدراجز بتعمل سبريشن للبون مارو او المريض عنده بي 12 شايفين البي 12 حطهم هات البي 12 من الكونسيكونسز لها بان سايتوبينيا يعني البي 12 احنا كنا رابطينها بالمايكروسيتيك انيميا اللي هي الميجالوبلاست كنا رابطينها بالليجيكال مانفستيشن لكن من الكلينيكال سيكونسز اللي عمركم ما تنسوها بتعمل بان سايتوبينيا تلاقي المرض عنده بي 12 ديفيشنسي بس بكل بساطه ممكن المريض يجيك وعنده ام سي في 110 وتلاقوا عنده الوايت بلاد سيل 3 وتلاقوا البلاد عنده 100000 او 70000 فممكن السبب بكل بساطه تلاقوه بي 12 فالبي 12 من الكلينيكال كونسيكونسز او دايلما اللي بيدخل فيها الدكتورز انه يكون السبب اللي هو البي 12 ريسنس الالبان سايتوبيميا او البليت السبب هيكون نازل بسبب الكريز كونسبشن انه فيه برصص في عندنا بروسس في البادي بتصير زي الدي اي سي بتزود الكونسبشن تاع البليتلت او الاي تي بي بيزيد الدستركشن تاعهم بريفري عن طريق انتي بوديز حسب نوع الاي تي بي اللي موجود تمام الثرومبوسايتوباثي المشكله مش في العدد المشكله في الفانكشن يعني عددها كويس البليتلت لكن المشكله مش قادر تعمل ادهيجن واجريجيشن تعمل هيموستاسيس لانه من احد خطوات الهيموستاسيس اللي هو البليت هيجن اند اجريجيشن ففي ديزيزز موجوده بتعمل مشاكل في البليت ممكن المريض يجي بابستاكسس او يجي ببروزنج او بتيكيا والسبب يكون بليتلت تروح تعمل البليت تلاقيه نورمال فتقول اه السبب مش بالبليت لا البلايت نورمال والمشكله في البليتلت مش في العدد مش في النمبر تاعها في الكواليتي اوف الفانكشن تاعتها فهذه هي الفكره فيهم وكلهم هذول عباره عن كواليتاتيف ديفكتس اللي بيصيروا في البليت ممكن تكون مشكله في الادهيجن على الرغم من انه نمبر منيح او مشكله في الاجريجيشن على الرغم من انه منيح وكلهم ديسيز هذه بتنشرح لكم في الباطنة او في الهيماتولوجي هذول هم عباره عن زي ما كان الانيميا الها ديفرنشيالز نفس الشيء الثرومبوسايتوبينيا الها ديفرنشيالز بناء ايش المشكله انه البونر بطلش بليتلت ولا بتزيد الدستركشن تاعها ولا بصير سيكوستريشن وكل واحد له اسباب معينه هيك احنا بنكون خلصنا المحاضرة هذه بس كان انتربريتيشن على السي بي سي انه احنا لما نشوف مشكلة في الهيموجلوبين او الآر بي سيز اللي موجودة او الوايت بلدز اللي موجودة او البليتلت الموجودة او الآي ان ار كيف بس دائما نحط انه هذا عبارة عن ابروتش بنجيب الأرقام الموجودة قدامنا بنبدأ نعمل تيستات ثانية ان كورليشن وذ كلينيكال بيكتشر اوف ذا بيشنت فاي ثينك ذس از انف لمحاضرة اليوم كان يعني هو في الآخر انا ما حقدر اغطي كل السي بي سي انتربريتيشن في ون ليكتشر لكن آه يمكن هذه المينيمم المفروض انتم تعرفوه في حالات آه آه سي بي سي انتربريتيشن انكم استفدتوا من المحاضره هذه بامكانكم تراجعوها او تقراوها بديتيلز اكثر لكن يعني ولا معلومه انا حكيتها الا على الاقل بدكم تكونوا عارفينها بتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا آه لاستماعكم تمام ويعطيكم العافيه جميعا يعني اذا في حد عنده اي سؤال بامكانه يسال أه وطارق انا هيك انتهيت ان شاء الله. يعطيك الف عافيه دكتور ويعطيكم الف عافيه جميعا على استماعكم والأنتباهكم. وشكرا دكتور على المحاضره العظيمه هاي. أه بس الان اذا ممكن نعطيكم فقط وقت بسيط اذا ممكن تفتحوا الكاميرات عشان ناخذ جروب فوتو ما بيقدر مش مشكله يعني اي عدد من بيقدروا بيكون شيء جميل لو بدنا ناخد صورة لنهاية الكورس فراح نعطيكم فقط يعني دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله عشان تفتحوا الكاميرات وبعد هيك راح نأخد الصورة وننهي اللقاء